كمل مع بعض يا شباب مسائل على الاحتكاك من صفحة 26 من كتاب بنك الأسئلة والامتحانات الكتاب المعاصر. وصلنا للسؤال رقم 39، بيقول لي إذا كانت لام هي قياس زاوية الاحتكاك فإن رد الفعل المحصل راء شرطة بتساوي نقطة. احنا عارفين راء شرطة تساوي راء قا لام. عندي راء شرطة، راء قا لام اللي احنا حافظينها يا شباب، عندنا راء تساوي راء شرطة في جذر التربيع الواحد زائد ظا تربيع لام، دي قا تربيع لام جذرها وقا لام. طب جت ازاي اصلا يا شباب؟ احنا عندنا هنا الجسم موضوع على المستوى الأفقي، في هنا رد فعل عمودي وهنا رد فعل محصل، وهنا قوة احتكاك سكوني، وهنا لما هي موجودة قوة احتكاك السكوني موجودة، دي بتوازيها يعني، اللي هو ح س اللي هي ميم س راء، ميم س راء اهيت. نلاحظ ان رد الفعل المحصل هي راء شرطة تربيع بتساوي راء تربيع زائد قوة الاحتكاك السكوني تربيع، يعني راء شرطة تربيع بتساوي راء تربيع زائد ميم س في راء، دي تربيع ودي تربيع، فهنا ناخد الجذر التربيعي راء شرطة جذر التربيع راء تربيع زائد ميم تربيع في راء. بعد كده يا شباب بناخد الراء عامل مشترك، يبقى راء شرطة بتساوي راء في الجذر التربيعي لواحد زائد ميم س تربيع، تمام. راء اهي موجودة، ميم س تربيع اللي هي ظا لام تربيع، لأن معامل تحليل السكوني بيساوي ظا لام، ده في حالة لما الجسم بيكون على وشك ايه الحركة، تمام. فبالتالي نقدر نوصل للقاعدة اللي احنا كتبناها فوق، عندي واحد زائد ظا تربيع دي متطابقة، المتطابقة ديت بقا تربيع، بقا تربيع بيبقى ايه؟ الجذر بتاعها بقا، يعني تبقى راء قا لام، ماشي؟ يعني الاختيار بتاعنا الموجود طبعا دي انتوا حافظينها، دي دال راء شرطة بيساوي راء قا لام، الاختيار بتاعنا ايه؟ دال. السؤال اللي بعده رقم 40، بيقول لي إذا كانت سيتا، إذا كانت سيتا هي قياس الزاوية بين الاحتكاك النهائي ورد الفعل المحصل فإن معامل الاحتكاك السكوني. ناخد بالنا في 40 يا شباب حاجة مهمة جدا في مسألة رقم 40، يعني ما تحفظش في السؤال في الامتحان، افهم بس سؤالك ايه وتبقى عارف كل واحدة في مكانها فين. هنا رد الفعل العمودي وهذا رد الفعل المحصل. هو بيقول لك ايه بقى في المسألة؟ فينا طبعا يا شباب القوة هي الاحتكاك السكوني النهائي، قوة الاحتكاك النهائي اللي هي ميم س راء. قالك إن السيتا بين مين ومين؟ بقوة الاحتكاك النهائي ورد الفعل المحصل، هنا السيتا، فإن معامل الاحتكاك السكوني، طبعا الزاوية اللي عندي دي مثلا هتبقى بقى مش اللي هتبقى طبعا، وعايز الزاوية ده إيه علاقة بينها وبين سيتا يعني؟ دي متممة ليها، يعني لام هتساوي 90 ناقص سيتا. طب أنت عندك معامل الاحتكاك السكوني اللي هو عايزه، هو عايز معامل الاحتكاك السكوني، أقول له إن ظا الزاوية اللي عندك اللي هي لام. طب ظا لام، اللام دي عبارة عن إيه؟ عن 90 ناقص سيتا. فبالتالي هيديني زطا سيتا، لأنه عايز في الاختيارات بدلالة الإيه؟ بدلالة اللام. وضع جسم وزنه 6 نيوتن على مستوى أفقي خشن، وكان معامل الاحتكاك بينه بينهما واحد على جذر 3، أثرت على جسم قوة رأسية لأسفل. يعني الجسم موضوع هنا شباب، القوة أثرت لأسفل. طبعا أسفل يعني مفيش احتكاك هيبقى موجود، يعني هيبقى إيه؟ كأنك بتضغط الحاجة في مكانها. الاحتكاك ده بينشأ نتيجة مثلا زق حاجة كده، تزقها قدام، تجيبها ورا، يمين، شمال، لكن بتضغط عليها من فوق لتحت مفيش احتكاك هينتج. فبالتالي هنختار الإجابة بصفر اللي هي جيم، يعني نختار الإجابة جيم، قوة الاحتكاك بتساوي صفر. طيب السؤال 42 بيقول لي جسم وزنه واو موضوع على مستوى أفقي خشن، زاوية احتكاكه وهي لام، فإن مقدار أقل قوة تجعل الجسم على وشك الحركة على المستوى بتساوي نقطة. عايزين نجيب أقل قوة. سؤال 42 يا شباب طبعا احنا حافظينها، اقل قوه بتبقى واو جا لام، واكبر قوه بتبقى واو ظا لام. طيب الاثبات بتاعها ايه؟ احنا عندنا الجسم موضوع، المساله بتاعتنا رقم، ركز معايا كده، رقم 42، اقل قوه لما يبقى الجسم موضوع على مستوى افق خشن، عندك الوزن اللي يكون لاسفل، وعندك هنا القوه موجوده، قوه بتصنع زاويه قياسها هنا ه أفقي، وهنا رد الفعل المحصل، وهنا في لام. لو استخدمنا قاعدة لامي بين التلات قوى اللي عندنا، يعني القوة الأولى هتقسم على جا الزاوية اللي هي 180 ناقص لام،
وعندك الوزن هنقسمه على ج الزاوية ده اللي هي 90 ناقص ه ناقص لام، يعني ده عبارة عن 90 ناقص ه اللي هي هنا، وديت ايه الزاوية اللي عندك اللي هي لام، يعني 90 ناقص ه زائد لام اللي هي 90 ناقص ه ناقص لام، فاهمين؟ يعني جه الزاوية اللي هي 90 ناقص ه زائد لام اللي هي الزاوية دي، فتاخد السالب عن مشترك. تعال نكمل بقى برضو كمان رد فعل المحصل اللي عندنا على جه الزاوية اللي هي 90 زائد ه، ماشي؟ تعال نبسطها، جه 180 ناقص لام بجه لام، وعندك الوزن هنا تبقى 90 ناخدها عامل مشترك ناقص، يعني تبقى 90 ناقص ه ناقص لام، فتبقى جتا يعني 90 ناقص في الربع الأول، والجتا في الربع الأول إيه طبعا موجبة، وجا موجبة وزاد حرف التاء عشان هي 90، هتبقى هنا جتا ه ناقص لام، لأن إحنا خدنا السالب عامل مشترك، يعني 90 ناقص ه زائد لام، قلنا 90 ناقص ه زائد لام كده، وبعدين 90 زودت حرف الت للجاي، وبعدين هنا ه ناقص ايه ناقص لام، لان خدنا السالب عامل مشترك، فتبقى ه ناقص ايه ناقص لام، فاهمين يا شباب؟ يعني 90 ناقص ه زائد لام اللي هي 90 ناقص نفتح قوس ه ناقص لام، واضحه كده؟ وهنا جت ه ناقص لام على راء شرطه، جا 90 زائد ه اللي هي في الربع الثاني، وجا في الربع الثاني الموجبه اللي هي جت ه. طب احنا عايزين نجيب القوه، القوه اللي عندي تبقى واو في ايه في ج لام، عايزين نجيب القوه دي على الايه جت ه ناقص لام. لاحظ ان قاف بيكون اقل ما يمكن لما تبقى الجتا هاء دي اكبر ما يمكن، لان هي علاقه ايه عكسيه، دي في البسط ودي في المقام. لاحظ كده معايا، يبقى القوه هتساوي واو ج لام على جتا هاء ناقص لام، ماشي؟ وبالتالي قاف، وعايز بقى اقل قوه يا شباب، اقل قوه عندي اقل ما يمكن لما تبقى الجتا هاء ناقص لام دي بكام؟ بواحد، لان الجتا بتبقى الرسمه بتاعتها اهي، رسمة الجتا كده عاملة زي الموجة، تبقى من أول سالب واحد لحد إيه؟ سالب واحد لحد إيه؟ لحد الواحد. أقل قوة تكافئ لجعل الجسم على وشك الحركة اللي هي واو في ج لام، ماشي؟ لأن المقام ده هيبقى بكام؟ بواحد، يبقى أقل قوة عندك هتبقى موجودة لما يبقى المقام بإيه؟ واحد، يبقى القوة بتساوي واو ج لام، تكون القوة أقل ما يمكن إذا كانت طبعا دي إيه؟ أكبر ما يمكن. فاهمين؟ يعني لو حطينا مثلا احنا عايزين اقل ما يمكن، القوه ما ينفعش تبقى بايه؟ بالسالب، فتبقى عندك هنا الجتا ه بايه؟ واحد، اللي هي القيمه الايه؟ اللي عندك، لان عندك الجتا بتنحصر بين السالب واحد لحد الواحد. فهمنا يا شباب؟ يبقى اقل قوه تكفي لجعل الجسم على وشك الحركه اللي هي واو ج لام، دي اقل قوه لما تبقى بواحد تحت. يعني المقام يبقى بواحد يبقى دي اقل قوه موجوده. طب افرض كانت دي اتنين، هتعمل لك بقى كسور. ماشي؟ فاهمين برضه يا شباب ان الجتا ها بتنتمي لفتره من سالب واحد لواحد، الجتا بتقع من سالب واحد لواحد، يعني الجتا ها دي هتكون اكبر ما يمكن لما الجتا ها تبقى واحد، فتبقى دي علاقه ايه عكسيه معاها، هي تتناسب عكسي، دي لما تزيد تقل، فاهمين؟ فهو عايز اقل قيمه لمين؟ القوه، اقل قيمه لما تدي بقى اكبر ما يمكن. لما القوة الجتا هي مثلا اكبر يمكن، اكبر ممكن بتبقى لحد كام؟ لحد واحد. فهمتوا الفكره؟ يبقى القاف ده اهي هتبقى اقل ما يمكن لما يبقى المقام بايه؟ بواحد، يعني لما يكون المقام اكبر ما يمكن يكون اللي فوق ايه؟ اقل ما يمكن، كل ما ده يكبر كل ما دي تقل لحد ما توصل لايه؟ لواحد، فتبقى القوه اقل ما يمكن لو كان المقام بواحد، يعني القوه بتساوي واو ج لام. تمام؟ طب نفس الفكره بقى، بنقول لك اكبر ما يمكن. يبقى ده المطلوب بتاعنا يا شباب، خلاص رقم 42، خلاص عرفنا 42 الحل بتاعها، يبقى واو ج لام، يبقى اقل قوه هي واو ج لام. طب اكبر قوه، اكبر قوه يا شباب تبقى قوه طبعا ايه افقيه كده، فالهاء هتنعدم ميبقاش في زاويه هاء، فتبقى اللام موجوده، فيبقى اكبر قوه اللي هي قوه بتساوي واو ظا لام، لان الجا على الجتا فيها الظا والهاء انعدمت، امين؟ فتبقى دي اكبر ايه قوه تجعل الجسم على ايه على وشك الحركه على مستوى افقي خشن، يبقى اقل قوه واو ج لام، واكبر قوه واو ظا لام، نحفظهم، ده لما يبقى ايه؟ على مستوى افقي خشن، فاهمين كده؟ يبقى تاني يا شباب عملنا قاعده قوه على ج لام، وعملنا قاعده لام، يعني كل قوه تقسم على جيب الزاويه المحصوره بين القوتين التانيين، يبقى اقل قوه واو ج لام، لان هنا القوه تكون اقل ما يمكن لما يكون المقام بايه؟ اكبر ما يمكن، يعني المقام يبقى بواحد. فاهمين؟ أكبر ما يمكن لما المقام، لأن المقام لما يكبر
قوة ايه؟ هتصغر، علاقة عكسية، كل ما ده يكبر كل ما ده تصغر. فعايزين تبقى ايه؟ قوة أقل ما يمكن لما تبقى أكبر حاجة، تبقى دي واحد. طب أكبر قوة عندي، أكبر قوة عندي هتحرك الجسم. السؤال اللي بعده بقى رقم 43 تبقى وزن لام، يعني الهاء موجود. أكبر قوة ليها قوة اللي هتدفعه، ليها قوة الأفقية، يعني الهاء متبقاش موجودة، فتبقى القوة بتساوي واو جا لام على جتا لام، يعني تبقى ايه؟ واو ظا لام. يبقى دي الإجابة للسؤال 43. يبقى احنا كده جاوبنا على 42 و43. 43 الإجابة بتاعتنا ألف، و42 الإجابة بتاعتنا اللي أكبر قوة كانت اخترنا الاختيار ايه؟ ب للسؤال 42. ماشي، 42 كانت ألف، دي ألف ودي ألف برضه يا شباب. اه ركز معايا كده، الاختيارات ألف اللي هي واو جا لام أنا كاتبها، وديت ايه؟ واو ظالم، يعني هنا ألف وهنا ألف. سؤال 43 خلاص عملناه. سؤال 44، وضع جسم رقم 44، شايفين واحد 44 يا شباب؟ بيقول لي وضع جسم على مستوى ماء خشن وكان على وشك الانزلاق، وعندما ازدادت زاوية الميل على الأفق تحرك الجسم لأسفل، جسم تحرك لإيه؟ اتزحلق لأسفل، فإن قوة الاحتكاك، طبعا قوة الاحتكاك كل ما الزاوية تزيد كل ما الاحتكاك يقل، يبقى بتنقص يعني، فاهمين؟ يبقى ناخد الإجابة بتاعتنا للسؤال 44، هناخد الإجابة إيه؟ ب. السؤال اللي بعده 45، بيقول لي وضع 45، وضع جسم وزنه 21 نيوتن على مستوى أفقي خشن، وأثرت فيه قوتان أفقيتان مقدارهما 3 و5 نيوتن، ويحصران بينهما زاوية قياسها 60 درجة، فأصبح على وشك الحركة. فإن معامل الاحتكاك السكوني بيساوي نقط. هذا الجسم موضعه أثرت عليه قوتين، قوة 3 وقوة مقدارها 5، تحصران بينهما زاوية قياسها 60 درجة، يبقى احنا لازم نجيب المحصلة بتاعتهم من القانون يا شباب. ح بيساوي جذر التربيع القوة الأولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع زائد 2 في القوة الأولى في القوة الثانية في جتا الزاوية بينهم اللي هي جتا 60، نجيب محصلة القوتين يعني. يبقى هنا 9 زائد 25 ب 4 30 زائد 2 في 3 ب 6 ب 35 في نص، نص 30 15، يعني المحصلة الجذر التربيعي 49 المحصلة ب 7، يبقى محصلة القوة السبعة. الجسم كان خشن، في هنا قوة احتكاك سكوني ميم سين را، هنا عايز اجيب معامل احتكاك السكوني يا شباب. الجسم كان وزنه لأسفل كان 21، يبقى رد الفعل يساوي 20، الجسم على وشك الحركة يعني رد الفعل هيساوي 21 نيوتن. وبعدين اليمين بيساوي الشمال، فبالتالي عفوا، فبالتالي 7 هتساوي ميم سين في راء. معامل التكاكي السكوني عايزين نجيبه، وعندك هنا 7 وهنا رد الفعل العمودي 21، ومعامل التكاكي السكوني هيطلع بإيه؟ بتلت. يبقى الإجابة بتاعت 25 هناخد تلت، هي الإجابة إيه؟ ب. نقدم على ب 45 بقى. السؤال اللي بعده 46، بيقول لي وضع جسم وزنه 40 ثقل كيلوغرام على مستوى أفقي خشن، وأثرت على جسمه في نفس المستوى قوتان متعامدتان مقدارهما 6 و8 ثقل كيلوغرام، فبقي الجسم متزن، وكان معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم مستوى ميم سين، كان معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم مستوى ميم سين بيساوي نقط. فإن عايزين نجيب علاقة يعني بين معامل الاحتكاك السكوني والكسر اللي عندنا. طيب بص معايا، هو قال لي كلمة في المسألة ما قالش على وشك الحركة، قال لي الجسم متزن. الجسم فضل متزن في مكانه لما أثرت عليه قوتين متعامدتين، قوة قوة عمودية أهو. نقدر نجيب المحصلة بتاعتهم، طالما متعامدتين يبقى نقدر نجيب المحصلة بتاعتهم، ده تربيع وده تربيع من فيثاغورس يعني، أو تشتغل بالقانون اللي إحنا عملناه من شوية. ولكن أنت عارف من الخواص، طالما هما متعامدين يبقى المحصلة بينهم مربع الأول زائد المربع التاني ونعمل جذر، هيطلع 10. يعني أنت عندك قوة كانت أولى ب6 ودي 8، يبقى محصلتهم كانت بإيه؟ ب10. عندك رد الفعل أهو لأعلى، وهنا الوزن، الوزن عندك كان 40، يعني رد الفعل بيساوي 40. خد بالك بقى، هو قال لك كلمة متزن. متزن دي معناها إيه؟ يعني قوة الاحتكاك السكوني اللي عندك هي القوية، هي الأكبر من قوة الاحتكاك اللي عندي، أو تساوي، لأنه متزن. لأن كلمة متزن دي بتشمل إن هو ساكن في مكانه أو على وشك الحركة، الاتنين مع بعض. فقوة الاحتكاك السكوني أكبر من أو تساوي قوة الاحتكاك الحركي، لأنه إيه؟ متزن. لما يبقى على وشك الحركة، الاحتكاك السكوني هتساوي الاحتكاك الحركي. ماشي كده؟
فبالتالي احتكاك السكون يعني ميم سين راء اكبر من قوة الاحتكاك اللي عندك. لما يبقى ساكن بقى في مكان، القوة الاحتكاكية دي هتساوي اليمين بيساوي الشمال، ادي القوة اهي، الحاء هتساوي كام؟ 10 اللي هو قال عليها، اللي هي المحصلة يعني الستة والتمانية. يبقى هو متزن في مكانه، متزن في مكانه ما اتحركش، يبقى اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي تحت، يعني 10 بتساوي حاء. طب انت عندك هو قال لك متزن، متزن دي والله ممكن يبقى اكبر من او يساوي حاء س اللي هي قوة الاحتكاك السكون اللي عندك دي، الاحتكاك يا اولاد بتاع الارض ده، لما يبقى متزن في مكانه بيبقى اكبر من او يساوي. يساوي امتى؟ لما بيبقى على وشك الحركة، يبدأ يتحرك لسه، يبقى انت اخرك ايه؟ يساوي، يبقى اكبر من او يساوي. بعد كده لما بتحرك بقى بتبقى القوة التانية ايه؟ هي ايه؟ اتقلبت بقى الموازين. فالوقت انت على كلمة متزن، كلمة على متزن دي يعني ح س اكبر من او يساوي ح، فهو عامل احتكاك السكوني في راء اكبر من او يساوي 10. طب انت جبت رد الفعل ب 40، يبقى عامل احتكاك السكوني اكبر من يساوي 10 على 40 اللي هي ايه؟ ربع. يبقى الإجابة بتاعتك هتختار الإجابة ب دي 46. فهمنا كده؟ محدش يتلخبط يا شباب، دايما دايما الجسم في مكانه كده ايه، جسم موضوع الاحتكاك بتاعه بيبقى اكبر، يعني ايه احتكاك سكوني موجود، كل ما نيجي نزوق 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 الاحتكاك بيزيد 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 لحد ما يوصل لاعلى درجه، الاحتكاك السكوني اللي عندك هو يبدا بقى هيتحرك، بيبقى الاحتكاك السكوني بيساوي ايه؟ ميم سين راء، اللي هيبدا يتحرك. لكن كل ما نضغط على الجسم ما اتحركش، ها لسه ثابت في مكانه، لسه متزن، لسه متزن، يعني الاحتكاك كتير، في احتكاك قوي يعني مانعني ان هو يتحرك، انا بزق اهو مش قادر احركه، متخيلين انا بزق الجسم ده بس مش قادر احركه، فمين الكبير مين مسيطر؟ قوه الاحتكاك السكوني هي الكبيره، اول ما يبدا يتحرك الاثنين بتساوي بعض، فتوصل الاحتكاك السكوني للقيمه العظمى في لحظه لما الجسم هيبدا يتحرك، هيبدا يتحرك يعني احتكاك سكوني بيساوي قوه الايه؟ الاحتكاك اللي عندي اللي هو ميم سين فراغ. تمام؟ يبقى كلمه متزن يبقى الاحتكاك السكوني اكبر من او يساوي ايه؟ ميم سين راء. لكن لو هو فاضل في مكانه كده كان الاحتكاك السكوني كان ايه؟ هو الاكبر، هو مسيطر، بس هيساوي امتى؟ اول ما يبدا يتحرك على وشك الحركه. فهمنا كلمه متزن؟ يبقى متزن يعني قوه الاحتكاك السكوني اكبر من او يساوي الاحتكاك ايه؟ الحركه. 47 سؤال 47 يا شباب، شايفين كده المسألة؟ بيقول لي وضع جسم وزنه 52، وزنه 52 نيوتن على مستوى أفق خشن، وعامل الاحتكاك السكوني بينه وبين المستوى اللي هو ميم سين كانت كام؟ 1/4. طبعا مع الاحتكاك السكوني نسبة يعني يا شباب، أثرت قوتين مقدارها 8 و1 قاف، قوة اسمها 8 نيوتن وقوة اسمها قاف، أدي المحصلة اللي بينهم هتبقى هنا كده، وده الجسم وده رد الفعل العمود اللي فوق وده الوزن الأسفل. الوزن عندك كام في المساوي؟ المسألة 52 نيوتن، ورد الفعل لأعلى، وهنا ميم سين ايه؟ فراغ. فاهمين كده؟ طيب أدي القوة. طب المحصلة، اقرأ كده المسألة تاني معايا. قوتين 8 وقاف تحصلان بينهم زاوية 60. جميل، الزاوية 60 اهي. إذا كان الجسم على وشك الحركة، على وشك الحركة خلاص، يبقى اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت. يعني أنت هتستنتج إن قوة الاحتكاك سكوني ميم سين راء، هتقول له والله ميم سين عندي كانت ب 52، اللي هي رد الفعل كان ب 52، فمعنى الاحتكاك السكوني اللي هو ربع، ربع 52 اللي هو كام؟ 13، يبقى اليمين بيساوي الشمال، يعني دي هتبقى برضه ب 13. فتقدر بقى تشتغل بالمحصلة، يعني تقول له والله 13 تربيع دي، عشان كل ده تجيب قاف يعني، يبقى إحنا قلنا اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت. خلاص قلنا دي 13 اللي دي هتساوي دي، فاهمين؟ يبقى 13 تربيع بتساوي 64 زائد قاف تربيع زائد 2 في القوة الأولى اللي هي ب 8 في القوة التانية اللي هي قاف في جتا 60 اللي بينهم. يبقى أنت عندك 169 يساوي 64 زائد قاف تربيع زائد جتا 60 بنص، نص الاتنين تشيل معاها، يبقى 8 قاف. ممكن بقى نحلل، نستخدم التحليل عشان نجيب قاف تربيع يعني، أو قاف بقاف يعني، عندك قاف تربيع اهي 8 قاف، دي تعدي الناحية التانية، 64 ناقص 169 يبقى سالب، وهنا 9 ناقص 5 يعني 105 بيساوي صفر. بعد كده نحللها، نفتح قوسين اهو، قاف تربيع قاف في قاف على دين 105، والفرق بينهم 8 17 15 في 7 ماشي ب 105، ماشي كبير ياخد اللي في النص ده موجب ولا سالب، يبقى القوة عندك تبقى ب 7 لأن سالب 15 مرفوضة يعني مش قوة بالسالب، ماشي. فالقوة تبقى كام؟ 7، ده رقم 47. يبقى الإجابة بتاعتك 1000. فهمنا يا شباب الفكرة بتاعت المسألة؟
تمام، يبقى نشوف السؤال اللي بعده رقم 48. وضعت ثلاثة أوزان، وزن الأول واو واحد واو اتنين واو تلاتة على الترتيب نفس الأولاني، وهنا ميم سين في راء واحد اللي هي واو واحد، إن دول بيساووا بعض، الجسم كده على شكل الحركة. ركز معايا كده، هنا القوة التانية نفس الكلام، هنا الوزن التاني، هنا رد الفعل التاني، هنا ميم سين في راء اتنين اللي هي واو اتنين، هنا قوة الصوت، وهنا الوزن التالت. الوزن التالت كان عبارة عن ايه؟ اقرأ كده، واو واحد زائد وزن اتنين، محدش يستعجل يا شباب، يعني وزن أول وزن تاني، الوزن التاني كان واو واحد زائد واو اتنين، وهنا رد الفعل ايه؟ التالت، وهنا ميم سين في الوزن التالت اللي هو مين؟ اللي هو يعني ميم سين راء، الراء ده في الوزن ده يا شباب، الوزن الأول زائد الوزن ايه؟ التالت. يبقى انت لاحظ بقى، عايزين نجيب علاقة بين القوة الأولى والقوة التانية والقوة التالتة، شايفين كده؟ هنا القوة الأولى كانت بتساوي ده، والقوة التانية بتساوي ده، والقوة التالتة بتساوي ده، القوة التالتة. طيب احنا لاحظ ان واو واحد وواو اتنين بتساوي مجموع دول، يعني القوة التالتة دي عبارة عن ميم سين في واو واحد زائد واو اتنين، ولو جمعت دول مع بعض، لو جمعنا دول مع بعض يا شباب وخدنا الواو سين على مشترك، ركز كده، يعني القوة الأولى لما تجمع لها القوة التانية هتقوم واخد ميم سين على مشترك، فيتبقى لي واو واحد زائد واو اتنين. قال لا، طب ما هي ساوت القوة ايه؟ التالتة، يعني معنى كده ان القوة التالتة دي هتساوي مجموع القوة الأولى والقوة التانية، بس كده، دي الفكرة. يبقى القوة التالتة بتساوي ايه؟ القوة الأولى زائد القوة التانية، يبقى الاختيار بتاعنا ألف. من ملاحظة بس كده على طول، لاحظنا إن هنا القوة التالتة بتساوي ميم سين في واو واحد زائد واو اتنين، وأنت لو جمعت ده هم مع بعض القوة الأولى والقوة التانية هيديك نفس الناتج، لأن أنت عندك القوة الأولى كانت بتساوي ميم سين واو واحد، والقوة التانية بتساوي ميم سين واو اتنين أهو، فلما تجمع دول مع بعض هيديك القوة التالتة، القوة التالتة أهي، دي القوة التالتة، هنا القوة التالتة بتساوي ميم سين في واو واحد زائد واو اتنين. دي رقم 48 يا شباب، الإجابة بتاعتنا إيه؟ ألف. سؤال 49 بيقول له وضع جسم وزنه 4 ثقل كيلو جرام على مستوى خشن يميل على الأفق بزاوية قياسها 45 درجة، ومعامل الاحتكاك السكوني بينهما ميم س بيساوي نص، فإن مقدار أكبر قوة تحفظ توازن الجسم في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى هي كام ثقل كيلو جرام؟ سؤال 49، تعالى كده نرسمه. الجسم هو موضوع يا شباب على مستوى مائل يميل على الأفقي، مستوى خشن. طبعا أول حاجة بتعملها أساسي، هنا رد الفعل العمودي، وهنا الوزن بيتحلل في اتجاهين متعامدين، وهنا يكون في القوة الموازية، وهنا بيكون معامل الاحتكاك السكوني، وبنحلل الوزن في اتجاهين متعامدين، هنا الهاء وهنا الهاء زيها، يعني واو جتا هاء، وهنا واو جا هاء، بين رد الفعل وهنا القوة اللي بتأثر. عايزين أقل قوة يا شباب، يعني عايز أحسب القوة بكام دي، يعني عشان تخلي الجسم مقدار أكبر قوة تحفظ الجسم في توازن في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى، أكبر قوة تحفظ توازن الجسم في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى، ماشي؟ هذا الاتجاه بتاعها في اتجاه خط أكبر إيه؟ ميل للمستوى. مقدار أكبر قوة تحفظ توازن الجسم في اتجاه، الاتجاه بتاعها يبقى لفوق يعني، فاتجاه القوة لفوق والمقاومة تبقى تحت والوزن يتحلل، فبالتالي القوة تساوي واو جا هاء زائد واو جا هاء زائد ايه؟ ميم سين راء. خد بالك من كلمة أكبر قوة وأقل قوة، أكبر قوة حاجة وأقل قوة حاجة، أكبر قوة قوة قوية هتدفعها لفوق والمقاومة تحت، لكن أقل قوة تبقى قوة ضعيفة مش هتقدر إن هي تتحرك، فاهمين؟ فبالتالي هتبقى العكس، أقل قوة تبقى بتاخد اتجاه ايه؟ العكس بتاعها. تمام كده يا شباب؟ لأن قال إن ايه؟ أكبر قوة، فرق بين كلمة أكبر قوة أقل قوة، أقل قوة بتبقى القوة في اتجاهها فوق بس ضعيفة، فالمقاومة بتبقى فوق معاها، يعني أقل قوة لما يقول لك أقل قوة تعمل مقاومة مع القوة، لكن أكبر قوة قوة فوق، قوة قوية فوق فهتزق الجسم لفوق بيبقى في مقاومة لتحت، لكن أقل قوة القوة اتجاهها لفوق بس المقاومة معاها لأنها قوة ضعيفة مش هتعمل حاجة مش هتأثر في حاجة، تبقى إيه؟ أقل قوة، لكن قال لك أكبر قوة، خد بالك من الرسمة، ركز تاني. هي اعتقد جايه في المساله اللي بعدها، هي كلمه ايه؟ اقل قوه، هناخدها برضه في السؤال اللي بعده، ولكن لما يقول لك اكبر قوه على طول تعمل الرسمه دي، القوه اتجاهها ايه؟ لفوق اهو، وهنا الوزن جه انحيادي مع مين؟ مع المقاومه، وتعوض بقى عادي، يعني انت عندك معامل الاحتكاك السكوني كان بنص اهو،
وعندك رد الفعل ده تقدر تقوله اللي هو واو جت هاء. الوزن عندك كان بكام؟ بأربعة. ماشي، في جت هاء الزاوية عندك كانت بتميل على الأفق بكام؟ 45. وهنا الوزن كان قلنا بكام يا شباب؟ الوزن كان بأربعة ثقل كيلو جرام، وجا 45 بواحد على جذر 2، فيبقى القوة بتساوي 4 على جذر 2 زائد 2 في جذر 2. هنا اضرب بس المقام في جذر 2، فيبقى القوة بتساوي هنا لما اضرب في جذر 2 تبقى 4 على 2 فعل 2، ده 4 على جذر 2. وهنا اضرب بس المقام في جذر 2 كده، يبقى هنا 4 على جذر 2، وهنا نص الأربعة اتنين جت 45 واحد على جذر 2، دي جت 1 على جذر 2 يا شباب. ماشي، يعني 2 على دي هتبقى 4 على جذر 2، ودي 2 على جذر 2، يعني 6 على جذر ايه؟ 2. 6 على جذر 2 ضرب بس المقام في جذر 2 تبقى 3 جذر 2. ادي القوة بتاعتنا اللي هي الإجابة رقم 39. 49 هناخد الاختيار ألف. فهمنا كلمة أكبر قوة. تعالى بقى نشوف مسألة ايه؟ أقل قوة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها بيقول لي 50، بيقول لي وضع جسم وزنه 6 ثقل كيلو جرام على مستوى يميل على الأفق بزاوية 30 درجة، فكان على وشك الانزلاق، وإذا زادت زاوية الميل مستوى 60 درجة فإن مقدار أقل قوة تحفظ توازن الجسم وتعمل في اتجاه خط أقرب للميل. أقل قوة يا شباب، فهمنا؟ هنا مش شوية، لما أقول أكبر قوة، قوة فوق والمقاومة تحت، لكن أقل قوة قوة ضعيفة اتجاه الفوق، والمقاومة برضه إيه؟ هتبقى معانا هنا، يعني المقاومة الميم سين راء هتيجي هنا. تعالوا كده نرسمها. طيب احنا نستفيد من المعلومة الأولى يا شباب في رقم 50، استفيد بقى عشان نطلع معامل التكك السكوني. يعني هو قال لك جسم وزنه 6 ثقل كيلو جرام موضوع على مستوى بقى أفق بزاوية 30، فكان على وشك الانزلاق. يعني في الحالة دي على وشك الانزلاق، يبقى أنت معامل التكك السكوني تقدر تطلع اللي هو ظل الزاوية. دي قالها لك عشان تطلع منها معامل التكك السكوني، ظل 30 بواحد على جذر 3. دي قالها عشان إيه؟ تطلع معامل التكك السكوني. استفدت أهو من المعلومة، المقاومة معاها لأن هي قوة ضعيفة، فالمقاومة تبقى معاها فوق. ماشي، وده الوزن جه، وده الوزن وده هاء وده هاء وده واو جت هاء وده واو جه. خلاص كده، يبقى دي رقم ايه؟ 50. تعال بقى نحلها. احنا عملنا القاعدة المهمة عشان نقدر نحل، اللي فوق بيساوي تحت، اليمين بيساوي الشمال. يبقى انت هتستنتج ان رد الفعل بيساوي واو جت هاء. ماشي، وعندك اليمين بيساوي الشمال، هتقول له قاف زائد ميم سين في راء بيساوي الوزن في جاه. عايزين بقى اجيب القوة، عوض معامل التكيك السكوني واحد على جذر 3. رد الفعل اللي هي مظبوطة اهيت، كل حاجة تمام، الزاوية 30 تمام، وخدت أقل قوة، المقاومة كانت هنا. خلاص يا شباب، طيب نقدر بقى نكمل. يعني أنت عوضت مكان معامل التكيك السكوني ورد الفعل، وهنا الوزن جاه، الوزن اللي هو 6 في جا 30، بس كده كده تمام أوي. جا 30 بجذر 3 على 2، وهنا جا 30 جا 30 بنص، يبقى هنا واو جا هاء. نشوف رقم 50 كده يا شباب، بيقول لي وضع جسم وزنه 6 ثقل جرام على مستوى يميل الأفق بزاوية 30، فكان على وشك الانزلاق عند اللحظة دي. وشك الانزلاق يعني عندي ظلام هيساوي ظا هاء سواء واحد تكاك السكوني هيساوي ظا 30، يعني واحد على جذر 3، ده تكاك السكوني. بعد كده ايه اللي حصل؟ الزاوية زادت ل60 فأصبح على وشك ايه؟ الانزلاق. عايزين نجيب مقدار القوة، مقدار أقل قوة على الجسم اهو، ده خط أكبر من المستوى، وده الوزن بتاعي هيبقى الأسفل كده تمام، وهنا هيكون فيه رد فعل عمودي، وهنا قوة، وهنا ميم سين في راء لأنها أقل قوة يا ولاد، فالمقاومة بتيجي معاها. كلمة أقل قوة ما تلقاها، بنقول لي في التمرين أقل قوة بنخلي المقاومة في اتجاه، هنا الوزن أهو اتحلل في اتجاهين متعامدين. القوة اللي هنا بتبقى الوزن بتاعك كان كام؟ الوزن كان 6، يبقى هنا 6 جت 60، وهنا 6 جا 60، وهنا رد الفعل، يبقى رد الفعل بيساوي 6 جتا 60. وهنا عندي ايه تاني؟ عندي القوة
زائد معامل احتكاك السكوني في رد الفعل العمودي بيساوي 6 يا 60. تمام كده، شايفين؟ واضح كده يا شباب الخط؟ شايفين كده؟ ده القوة اهي، زائد ميم س في راء بيساوي 6 جا 60. يبقى رد الفعل 6 في جتا 60، جتا 60 بكام؟ بنص، نص الستة 3، يبقى رد الفعل 3. ومعامل التكيف السكوني موجود، احنا جبناه 1 على جذر 3، يبقى 1 على جذر 3 في نص بتساوي 6 في جا 60، جا 60 جذر 3 على 2. ماشي، يبقى عندك القوة زائد 1 على 2 جذر 3 تساوي 3 جذر 3، يعني القوة بتساوي 3 جذر 3 ناقص 1 على 2 جذر 3. هنا نضرب بس المقام في جذر 3، فيبقى عندك الناتج يعني هيبقى بكام يا شباب؟ هنا قوة زائد معامل احتكاك السكوني في رد الفعل العمودي، رد الفعل العمودي كان 6 في جتا 60 بنص، يعني المفروض 3، يعني 6 على 2 اهي، 6 دي 6، يبقى دي 6 على ايه؟ على 2 جذر، يبقى 3 على جذر 3، يعني يبقى 3 جذر 3 ناقص، دي تختصر تبقى 3 على جذر 3. نضرب بس المفهوم في جذر 3، يبقى 3 جذر 3 ناقص، لما نضرب في جذر 3 تبقى الناتج جذر 3، يبقى 3 جذر 3 ناقص جذر 3 يديني 2 جذر 3. فهمتوا كده يا شباب ولا اقولها تاني؟ ركزوا كده معايا. شايفين كده المسألة واضحة؟ ركز معايا، شايفين يا شباب؟ هنا ظا لا تساوي ظا ه بيساوي ميم س بيساوي ظا 30 واحد على جذر 3، دي المعلومة الأولى. المعلومة التانية بقى قلنا ان رد الفعل عايزين اقل قوه شباب، يعني القوه مع معامل التكيف السكوني في رد الفعل العمودي. رد الفعل بيساوي 6 جتا 60، 6 في جتا 60، جتا 60 بكام؟ جتا 60 بكام يا شباب؟ ها بنص، نص 6 كام؟ 3، يعني رد الفعل بيساوي 3 اهي، يعني ميم س في راء يبقى 1 على جذر 3 احنا جبناها فوق في 3، ليه 3؟ اللي هي 6 على جذر 6 على 2 اللي هي 3 يعني. ماشي؟ اهي بس. يبقى القوة بتساوي 3 جذر 3 ناقص الناتج اللي طلع من هنا، فيطلع لك القوة كام؟ 2 جذر 3. أنت أهم حاجة بس تبقى عارف إن أقل قوة غير كلمة أكبر قوة. كلمة أقل قوة دي بتخلي القوة فوق ومعامل احتكاك السكوني معاها، لكن أكبر قوة يبقى القوة هنا والمقاومة هنا، فالمسألة دي تبقى عكسها اللي هي رقم سبب اللي فوق قبلها يا أولادي، اللي هي 49 يعني، كانت كده، كانت أكبر قوة فكنا خلاها قوة هنا والمقاومة هنا، لكن أقل قوة بتخلي القوة هنا والمقاومة في ناحيتها. وتعوض عادي بقى. ده شغل اختصارات يعني، مفيش فيه اي حاجه، انت بس اهم في حاجه تظبط مسالتك الاول صح، تبقى فاهم تعمل ايه. ماشي، فبالتالي الاجابه تبقى 2 جذر 3 اهي. هقولها تاني يا شباب اهو عشان لو حد ما يفهمش حاجه، حاول كده تفهم معايا وتكتب بايدك، وقف الفيديو وانا بقول كتر كذا مره عشان اثبت لكم المعلومه. لو انا في حاجه وانا بقولها ما خدتش بالي منها اهو، انا بعيد تاني اهو، هنا القوه وهنا ميم س راء مع بعض، وهنا 6 جا 60 من رد الفعل فوق، لان قال لي عشر الحركه يبقى اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي لتحت، يبقى رد الفعل بيساوي كام؟ يطلع ب3 اللي هي 6 جتا ايه؟ يبقى عندك القوه زائد ميم س راء اهي تساوي 6 جتا 60. عوضنا بقى تعويض بس يا شباب وهطلع الحل، مش فيها اكتر من كده. خلاص كده تمام؟ ماء الخشن يميل على الافقي بزاويه مثلا ها، جيبها 3 على 5، الزاويه ها جا 3 على 5 وده 4، شدة الجسم قوة مقدارها 13 نيوتن لأعلى أداء الجسم، شد الأعلى مستوى يميل على الأفقي يوازي يعني لأعلى موازية لخط أكبر ميل، فجعلت الجسم على شكل الحركة الأعلى، فإن معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى بيساوي نقطة. طيب هو عايز هنا معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى. طيب طالما القوة دي خلت الجسم على شكل الحركة، يعني ايه؟ السين بيساوي صفر والصاد بصفر، يعني مين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي تحت، يبقى انت عندك رد الفعل هنا هنحل الوزن بتاعنا كان 15، يبقى هنا 15 جتا هاء وهنا 15 جا هاء. ماشي؟
طيب بتشدوا الأعلى اتجاه الأعلى، يبقى المقاومة لتحت هنا للأسفل ميم سين راء. فهتستنتج إن اليمين بيساوي الشمال، يعني 13 هتساوي ميم سين راء، مع محتاجك السكون في رد الفعل العمودي زائد 15 جاي هنا، يبقى 13 بتساوي ميم سين في رد الفعل، رد الفعل هي 15، رد الفعل اللي هو يا ولاد ده بيساوي ده، نعوض عنه بقى 15 جتا هاء. جتا هاء الجتا مجاورة على الوتر اللي هي 4 على ايه؟ على 5، يبقى فيه 4 على 5 زائد 15 في جا هاء، جا هاء اللي هي 3 على 5، تمام؟ يعني معنى الكلام ان 13 بتساوي، نختصر هنا 12 ميم سين، 15 على 5 في 3، 3 في 3 9، يبقى 12 13 ناقص 9 يديك 4، يساوي 12 ميم سين، يعني معامل احتكاك السكوني هيساوي 4 على 12، يعني هيساوي تلت، تمام؟ يبقى الإجابة بتاعتنا 1 على 3، دي الإجابة للسؤال 51. شايفين كده يا شباب؟ واضحة؟ تمام؟ طيب السؤال اللي بعده 52. السؤال اللي بعده 52، رقم 52، خد بالك هو بيقول لك أقل قوة، إحنا خدنا رسمة أقل قوة من شوية. هذا الجسم هي قوة، هنا ميم سين راء، هنا رد الفعل اهو، وهنا الواو جتا هاء، وهنا الواو جا هاء، وهنا الزاوية سيتا. في الحالة الأولى يا شباب احنا كان عندنا زاوية هاء موجودة، جيبها كان بيساوي 5 على 13، يبقى ده ب 12، يعني في الحالة الأولى معامل التكيك السكوني هيساوي ظل الزاوية، يعني مقابل على مجاور، تبقى 5 على 12. الحالة التانية بقى يا شباب، أقل قوة أثرت على الجسم. في الحالة التانية عملنا مثلث أهوت على وشك الحركة، يبقى هنا 3 وهنا 5 وهنا 4، لأن بيقول لي جاء أس سالب 1 ب 3 على 5. فبالتالي الحالة التانية اللي هي ظا سيتا بتساوي 3 على 4. طب في الحالة التانية بيقول لي أقل قوة، يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت واليمين بيساوي الشمال على وشك الحركة، يعني راء واو جتا هاء. يبقى رد الفعل بيساوي الوزن بتاعي اللي هو كان مقداره 30، يبقى 30 في جتا هاء. الحالة التانية جتا مجاورة على الوتر، يبقى 30 في 4 على 5، 15 في 30 على 5 في 6، 4 في 6 ب 24، يبقى ده رد الفعل. بعد كده القوة زائد معامل احتكاك السكوني في رد الفعل العمودي بيساوي واو جاهل. القوة هتنزل زي ما هي مجهولة، معامل احتكاك السكوني هيستفيد بيها من الأسئلة اللي فوق، يعني معامل احتكاك السكوني ايه؟ ثابت، يعني مش بيتغير. معامل احتكاك السكوني جبناه من هنا اللي هو ايه؟ ظل الزاوية، خد بالك محدش بقى يعوض يجيب لي ظل الزاوية من هنا، لا. في الحالة الأولى كان الجسم على وشك الحركة، في الحالة الأولى يا شباب اهو 30 وزنه كذا، بلاحظ الجسم على وشك الانزلاق في الحالة الأولى. بيقول لك بقى لما نزود القوة، قوة تتغير، معامل التكون هيفضل ثابت، ده هيفضل ثابت معاك في المسألة لأن أنت زودت، فاهمين؟ لو هو بيقول لك في الحالة الأولى موضوعنا جسم كان على وشك الانزلاق في الحالة دي، يبقى في الحالة ده هي معامل التكون السكوني ب 5 على 12، تقوم جاي عوض عنها هنا بقى. يبقى قوة زائد معامل التكون السكوني يبقى 5 على 12 في رد الفعل اللي احنا طلعناه اللي هو 24 بيساوي الوزن اللي هو 30 في جهة اللي هي الحالة التانية 3 على ايه؟ على 5. 3 على 30 على 5 في 6، 3 في 6 ب 18، من 24 على 12 في 2، 2 في 5 ب 10، يعني القوة هتساوي كام؟ 8. بس القوة هتطلع ب 8 في سؤال 52، القوة تطلع ب 8. شايفين كده يا شباب؟ شباب 52 اهي، ركز معايا كده. في الحالة الأولى جبنا ظل الزاوية طلع 5 على 12 لأنه كان على وشك الحركة، بعد كده زودنا القوة، فعايزين نجيب أقل قوة بقى، أقل قوة تجعل الجسم على وشك الحركة، أقل قوة دي بتخليها اتجاه هنا وميم سين راء معاها، فيبقى الاتنين دول مجموعهم بيساوي واو جا هاء، ورد الفعل بيساوي واو جا هاء، وتعوض بقى في الحالة التانية، ما تعوضناش بقى من المثلث الأولاني ده، لأن الحالة اتغيرت، الزاوية اتغيرت، فاهمين؟ ففي الحالة التانية بتعمل هنا، لكن محتاج السكون ما بناخدش من ده، بناخد محتاج السكون من الأولاني لأن كان في الحالة الأولى على وشك الانزلاق، فاحنا عايزين نعرف بعد كده أقل قوة تجعل الجسم إيه؟ تؤثر على الجسم وزي الخط اكبر ملي تمنعه من الانزلاق، فاهمين؟ عايزين اقل قوه تمنعه ان هو ينزلق اصلا، فالقوه دي اللي هتمنعه من الانزلاق، يبقى تطلع بكام؟ ب 8.
يبقى الإجابة بتاعتك هتختار 8 للسؤال ألف، يبقى 52 نختار ألف. السؤال 53 بقى نحدد مع بعض كده عشان ما نقلش حاجة تانية. بيقول لي وضع وزن واو، جسم وزن واو ونيوتن على مستوى مائل خشن يميل على الأفقي بزاوية جبهة 5 على 13. شدة جسم قوة أفقية مقدارها 22 نيوتن واقعة على المستوى الرأسي المار بخط أكبر ميل للمستوى، جعلت الجسم على وشك الحركة لأعلى المستوى. فإذا كان معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى هو نص، فإن مقدار وزن الجسم واو بيساوي نقط. طيب أنا رسمت الجزء الأول أهو، نكمله مع بعض. رقم 53، وضع جسم وزنه واو على مستوى مائل خشن يميل على الأفق بزاوية جبهة كان كام؟ 5 على 13. شدة جسم قوة أفقية مقدارها 22 22 نيوتن وقع في المستوى الرأس. خد بالك المستوى الرأس المار بخط أكبر من المستوى جعلته على وشك الحركة، يعني القوة اللي عندك كان مقدارها كام؟ 22، وكانت قوة أفقية، دي القوة الأفقية اللي كانت بتشد، محدش يعملها بقى لفوق خلاص، يبقى دي القوة الأفقية اللي هي 22. فال22 دي هتحلل في اتجاهين متعامدين، يعني هنحللها ادي الاتجاهين المتعامدين بتوعنا، هنحللها هنا اهو ال22 والزاوية اللي عندي دي طبعا ها، تبقى دي زيها زيها ها ولا تناظر يعني، يبقى 22 شايفينها؟ قوة 22 دي ها ودي ها برضه ها. طب دي عبارة عن ايه؟ لو حللتها هنا تبقى 22 جتا ها، وهنا 22 جا ها. شايفين كده يا شباب؟ ال22 دي اتحللت هنا وهنا، شايفين كده؟ متحللة 22 فوق وهنا، والوزن حللناه واو جا هاء، وهنا واو، واو جا هنا جتا هاء، وهنا واو جا هاء، وهنا واو محتاج السكوني، لأن أقل قوة بتعمل في الاتجاه اللي فوق، ماشي؟ جعلته على وشك الحركة إيه؟ لأعلى. اقرأ كده تاني، وزنه عندك جبهة شدة بقوة أفقية خط أكبر من المستوى جعلته على وشك الحركة الأعلى. شايفينها واضحة في الكلام اهي، وشك الحركة على الاتجاه اللي فوق يعني. فإذا كان معامل الاحتكاك السكوني بين الجسم والمستوى هو نص، فإن مقدار الوزن. طيب تعالى نستفيد من المثلث، أنت عندك جبهة كان 5 على 13 تبقى دي 12 من فيثاغورس، ماشي؟ وعندك معامل الاحتكاك السكوني كان بنص، خلاص كده؟ دي المعلومات اللي وجبها لي. نستفيد بقى من الجسم على وشك الحركة، اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي تحت، يعني هنجم ده 22 جتا هاء بيساوي واو جا هاء زائد ميم سين راء سين راء، وعندي رد الفعل بيساوي 22 جا هاء زائد واو جتا هاء. هنعمل معادلتنا كده، يبقى رد الفعل بيساوي، رد الفعل بيساوي 22 جا هاء زائد واو جتا هاء، يعني اقول واو جتا هاء زائد 22 جا هاء. نعوض بقى، عندي الجتا هاء مجرد على وتر هتبقى 12 على 13، الوزن مجهول، وعندك 22 جاها اللي هي 5 على 13، خلاص كده ده رد الفعل. طب العلاقة التانية هنقول والله ال22 جتا ها ده ها، شايفين يا شباب؟ ال22 جتا ها ده ها بتساوي واو جاها زائد ميم سين راء، تساوي واو جاها زائد ميم سين راء، تمام؟ واضح كده الكلام؟ عوض بقى مكان رد الفعل هنا، هنا اهو في الواقع ده، يبقى 22 في الجتا هاء، الجتا مجاور على وتر، المجاور 12 وتر 13 اهي 12 على 13 يساوي الوزن بتاعك، في جا هاء جا مقابل على وتر اللي هي 5 على 13 زائد ميم سين راء نص في رد الفعل. عوض بقى مكان رد الفعل اللي هي الوزن واو اهو، في جتا هاء 12 على 13، ركز معايا كده، كمل بقى زائد، احنا بنعوض مكان مين؟ رد الفعل ده بنحطه هنا، فاهمين يا شباب؟ يبقى الواو في جتا هاء انا عاملها، انا معوض عنها، يعني ده هيتعوض هنا، يبقى 12 على 13 في واو، والنص دي كانت بتاعت معامل الاحتكاك السكوني، النص ده اهي معامل الاحتكاك السكوني ده يا شباب عشان ما تتخبطش معايا اهو، ركز انا بعوض، بعوض بس بالايه؟ بالحلول يعني اهو، شلت الراء وحط ده كلها زائد، ها خد بالك ده هتبقى جوه قوس بقى، يعني انت بتقول معامل الاحتكاك السكوني مضروبه في رد الفعل، يعني ده النص مضروبه في ده كله اللي هي الوزن في 12 على 13 زائد 22 في 5 على 13، بس هي عايزه تصفيه بس لانها كلها واو اهي. طب تختصر ازاي؟ لاحظ كله 13، 13 تروح مع 13 تروح مع 13 تروح مع 13،
وهنا 12 في 22 وهنا 5 واو. يعني الفكرة كده معايا، 22 في 12 تصفية بس تساوي 5 واو، نص في واو في 12 يعني 6 واو، ونص في 22 في 5 يبقى 11 في 5 ب 55. ماشي، 22 في 12 ناقص 55 بتساوي 11 واو. 22 اضربها في 12 واطرح منها 55 واقسم على 11، شوف كده يطلع معاك الناتج بكام بالآلة. ها احسب كده، نوقف كده ونحسبها بالآلة يا شباب، أو نعملها بإيدينا مفيش مشكلة عشان الوقت، بس هيطلع معاك الوزن ايه 19. فهمنا الفكرة؟ بس دي ايه، بس خطوات بس مش أكتر ولا أقل، خطوات وتبقى فاهم تشتغل ازاي. فهمنا يا شباب؟ واضح الشرح؟ لو في حاجة الفيديو هقول تاني اهو، ركز تاني معايا. أول حاجة الزاوية، استفدنا المقابل وده المجاور، وده المقابل وده المجاور، ده الوتر أهو، وطلعنا معاه محتاج السكون يظل الزاوية، كان جايبه هو كام؟ بنص، والوزن عندك كان مجهول، والقوة كانت أفقية، حللنا القوة الأفقية دي في اتجاهين متعامدين، خد بالك من كلمة قوة أفقية، لكن لو بأقل بتعمل في اتجاه أكبر من المستوى كانت تبقى لفوق يعني. خلاص؟ طب المقاومة عملناها فوق ولا تحت؟ مقاومة تحت ليه؟ لأن قال لي الجسم القوة اللي أثرت على الجسم دي جعلته على شكل الحركة الأعلى، فلما يتحرك الأعلى المقاومة تيجي العكس. تمام كده؟ الباقي بقى شغل معادلات وبتعوض، عوضنا ما كان راه وصفناه بس. أهم حاجة تبقى فاهم تركيبة المسألة في الأول إزاي تتعامل معاها وتلقط وإزاي تستف مسألتك، وتبقى فاهم الوزن بيتحل في اتجاهين متعامدين والقوة الأفقية بتحل في اتجاهين متعامدين أهم، وعندك هنا رد الفعل وهنا الوزن بس، ده مش أكتر ولا أقل. طلعت الناتج بتاعك 19، خلاص خد ال 19 واكتب التمييز بتاعك ايه، نيوتن بس، رقم ايه 53. شوف السؤال 54، السؤال اللي بعده 54، وضع جسم وزنه 8 ثقل كيلو جرام على مستوى خشن يميل على الافق بزاويه قياسها 45 درجه، ولاحظ ان مقدار اقل قوه افقيه تؤثر على الجسم وتجعله في حاله توازن هي 4 ثقل جرام. عايزين نجيب اكبر مقدار هذه القوه، يعني المساله دي لها حالتين، في اقل قوه واكبر قوه. طب احنا خدنا في حاله اقل قوه بنعمل ايه؟ القوه بتبقى فوق يا استاذ، والمقاومه معاها لان هي ضعيفه بتحتاج مقاومه معاها كمان مثلا يعني، لكن الكلام ده مش حقيقة. انا بقول كده عشان تبقى فاهم، اول ما تلاقي كلمه اقل قوه يعني قوه ضعيفه مش هتاثر في تحريك الجسم يعني، فالمقاومه تبدا فوق. شباب لما يقول لي كلمه اقل قوه بنبه عليها اهو، غير اكبر قوه، اقل قوه يعني قوه ضعيفه جدا مش هتأثر بحاجة، فاللي هينزلك يعني أو هي بتحاول إن هي توقف، بس المقاومة كانت فين؟ كانت معاه، المقاومة كانت فوق لأن هي قوة ضعيفة متأثرش. واحد مثلا بيدق عربية وهو ضعيف مش قادر يزقها مثلا، ماشي، فالمقاومة كانت في العكس، بترجع عليه هو بيزق بيزق مش قادر، يعني واحد بيزق عربية والعربية بتقع مش قادر يوقف، فالعربية جاية عليه كده، العربية مثلا أنا فاهمها لكم إزاي، طبعا أنتوا فاهمين. بصوا يا شباب، أدا مثلا عربية أهي، سيارة مثلا، واتجاه العربية بتتدحرج مثلا على منحدر زي ده كده، العربية بتقع اهي، ادي السياره بتاعتي هنا والسياره بتتزحلق واقعه، ففي مقاومه في الارض، فانت في واحد واقف بس مش قادر يوقفها، الراجل ده قوته فين؟ قوه ضعيفه بتأثر لفوق، والمقاومه المقاومه اتجاهها لفوق، لان المقاومه ايه عكس اتجاه الحركه، حركه السياره لتحت والمقاومه الايه لفوق، فالقوه ضعيفه، اقل قوه تبقى اتجاهها مع مين؟ مع المقاومه، لان القوه بتأثر عليه ضعيفه مش عامله حاجه، هي قوه بتزق، هو بيزق بس مش قادر يوقف، فاهمني؟ فاتجاه المقاومه هيبقى هنا، والقوه اتجاهه لقدام لان هو بيزقه كده لقدام، يزقه كده يزق السياره عشان يوقف، فاهمين؟ فالقوه تبقى فوق والمقاومه كمان ناحيه، لان المقاومه تبقى عكس اتجاه الحركه. خلاص وصلت الفكره؟ فما يقول لك اقل قوه تعمل القوه هنا والمقاومه هنا، والباقي بقى سهل، الباقي بسيط، هي بس الفكره في دي ان كتير مبيبقاش فاهم يعني ايه اقل قوه الحته دي، فيتلخبط في الامتحان. لا يبقى فاهم، انت لو فهمت هتبقى سهله مفيش فيها حاجه يعني، يبقى اقل قوه تخلي قوه هنا والمقاومه معاها بس كده، انا قلتها كتير اهوت، يا رب ايه تفهموها بس. وده الوزن بتاعك كان 8، هيتحلل بقى والامور التانيه زي ما انت حافظ بقى، اشتغل في مسالتك وتستف على طول في ثوانيه ما تضيعش وقت. هنا رد الفعل، هنا الوزن، هنا الوزن بيتحلل، القوه افقيه خلاص مع اتجاه خط اكبر ميل، لكن لو كانت افقيه كده يعني ايه مش هتنفع، هنا القوه في اتجاه خط اكبر ميل، لكن لو كانت افقيه كده تبقى زي المساله اللي فاتت كنا هنحللها. بس انت عملت الاساسيات اهو، ظبط بقى شغلك وعوض واشتغل، اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت، وخد بالك انت عندك هنا القوة اللي عندك كانت بكام؟ قوة كانت قوة افقية يا شباب ولا لا؟ اه قوة افقية، هي كانت قوة افقية في اتجاه خط القوة الافقية اهي،
اعلى القوى الافقيه بتاعتنا، تمام. لكن لو كانت في اتجاه خط اكبر منك هتبقى ايه لفوق هنا، فانت هتحللها في اتجاهين متعامدين بتوعك ده. هم تحللها ازاي؟ هنا الزاويه 45 تبقى دي 45، فتبقى هنا تتحلل تقول له قاف هو بتاعتك ها كانت مقدارها كام؟ ايه 4، يبقى 4 جتا 45، وهنا 4 جتا 45. لكن لو كانت في اتجاه خط اكبر منك هتبقى فوق، لكن هو قال لك قوه ايه؟ افقيه، اقل قوه افقيه كده، يبقى حركه فوق والمقاومه فوق معاه، بيزق لفوق ها والمقاومه معاه، يبقى دي اسمها ايه؟ اقل قوه عندي. فبتقول والله ان اللي فوق بيساوي اللي تحت اهو، يعني رد الفعل بيساوي 8 جتا 45 زائد 4 جتا 45، يعني رد الفعل بيساوي 8 على جذر 2 زائد 4 على جذر 2 بيساوي 12 على جذر 2. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى اسمها ايه؟ اقل قوة افقية. يبقى اقل قوة افقية هيتحلل في اتجاهين ايه؟ متعامدين. رد الفعل اهو، وهنا 4 جتا 45 زائد 8 جتا 45، ماشي. طلعنا رد الفعل ب 12 على جذر 2، شايفينها؟ ده عملنا رد الفعل. تعال نجيب بقى اليمين بيساوي الشمال. احنا خلاص حللنا القوة اللي هي تبقى 4، يبقى 4 جتا 45 زائد معامل الاحتكاك السكوني اللي هو ميم س، رد الفعل اللي هو 3 12 على جذر 2 بتساوي اليمين بيساوي الشمال بيساوي 8 جا 45 جا 45 جا 45 واحد على جذر 2 على احتكاك السكون في 12 على جذر 2 بتساوي 8. تقدر بقى تطلع بقى معامل احتكاك السكون من هنا، يعني 8 على جذر 2 اهي، تطرح ده من ده فيبقى معامل احتكاك السكوني في 12 على جذر 2 بتساوي 4 على جذر 2. طرحنا ده من ده، شيل جذر 2 مع جذر 2 فيبقى معامل احتكاك السكوني بتلت. فهمنا؟ ده المطلوب الاولاني، المطلوب او ده الفايده بتاعت الكلمه الاولى، استفدنا ان احنا نطلع معامل الاحتكاك السكوني، عشان لما اجي معامل الاحتكاك السكوني اقدر اعوض بقى في المعادله الثانيه اللي انا هعملها، اللي بيقول لي اكبر مقدار لذا القوه. اكبر مقدار يعني المقاومه هتبقى العكس، يعني اكبر قوه بقى، كلمه اكبر قوه دي يعني المقاومه هتبقى فين؟ هتبقى هنا، ماشي. يبقى احنا هنعمل رسمه ثانيه اهو، نكتب هنا لايجاد اكبر قوه. في حاله اكبر قوه يا شباب هنرسم، تمام. هنا نقول له الايه؟ الوزن، اعود الاسفل اهو نفس المعطيات، بس انت هتغير بس ايه؟ هتغير المقاومه بتاعتك، بدل ما تبقى طالع لفوق تنزل لتحت، ونفس الشغل يعني، تمام يا شباب. كده المعطيات بتاعتنا زي اللي فوق بالظبط، يعني نقول هنا قاف، بس القاف هتبقى مجهوله بقى، ادي القاف اتحلت اهو في اتجاهين متعامدين، هنا الزاويه 45 وهنا الزاويه كانت كام؟ 45. فنقول له هنا والله القوة اللي عندي ده هتتحلل في اتجاهين متعامدين، قاف جتا 45 وهنا قاف جا 45، وهنا الوزن، الوزن اللي عندي كان بكام؟ ب 8 اهو، يبقى هنا 8 جتا 45 و8 جا 45، وهنا رد ايه؟ رد الفعل. يلا يا شباب نعملها بقى، احنا خلاص عرفنا معامل الاحتكاك السكوني، صح كده؟ الامور بقت سهله يعني، بس همتكم معايا بس اشتغلوا، واكتبوا بايدكم كده معايا. هي بتقول له رد الفعل بيساوي 8 جتا 45 رد الفعل 8 جتا 45 زائد قاف جا 45، يبقى رد الفعل هيساوي 8 جتا 45 هي 8 على جذر 2، وقوة على جذر ايه؟ 2 اهي. تعال نعمل المعادلة بقى التانية، اليمين بيساوي الشمال، يبقى انت الأكبر قوة المقاومة تبقى هنا اللي هي ميم س راء. هتقول والله إن أنت خلاص دي ثبتناها معانا عشان نقعد بقى في المعادلة التانية. اليمين بيساوي الشمال، كمل معايا كده. يبقى قاف في جتا 45 تساوي معامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل العمودي زائد 8 جا 45، قاف
على جذر 2 تساوي وعامل احتكاك سكوني جبناه بتلت، رد الفعل العمودي اللي هي 8 على جذر 2 زائد قاف على جذر 2 زائد 8 على جذر 2. هنا نفك يا شباب القوس اللي عندنا ده، هنا كان دي بتلت وهنا 8. طيب ممكن احنا نختصر بقى جذر 2 مع جذر 2 مع جذر 2 مع جذر 2، ايه رأيكم؟ بقت سهلة، يبقى قوة بتساوي 8 على 3 زائد قاف على 3 زائد 8 موجودة، يبقى قاف على 3 تعدي الطرح من دي، يعني 1 ناقص تلت قاف اللي هي تلتين قاف، دي ناقص دي بتساوي 8 على 3 زائد 8، يعني 8 و8 اتلات يعني. سيب ال 8 هنا، 24 شيل 3 مع 3 يبقى قاف تساوي 24 زائد 8 32، نقسمها على 2 يديك 16، يبقى القوة تطلع ب 16. شفتوا كده يا شباب المسألة شايفينها كده واضحة؟ ها كده أكبر قوة هي جبناها واستغنى بالقاعدة، يا ريت إيه تفهم المسألة كويس. يبقى أنت استفدت من المعلومة الأولى لما كان قالك أقل قوة، عملت بقى إيه؟ حللت قوة في اتجاهين متعامدين وبعدين جمعنا، خلينا المقاومة فوق يعني واشتغلنا عليه زي ما احنا شرحنا بالتفصيل هنا. نفس الكلام هنا، أكبر قوة تخلي بس المقاومة الناحية دي وتحلل القوة الأفقية بتاعتك. خد بالك من كلمة أكبر، يعني قوة أفقية، في طالب ممكن يتسرع ويعمل قوة فوق ويضيع نفسه، لا اقرأ كويس، لاحظها أن مقدار أقل قوة إيه؟ قوة أفقية، دي القوة الأفقية، لكن اللي بتعمل في اتجاه خط أكبر من المستوى تبقى فوق عشان ما تلخبطش في الامتحان. افهم كويس جدا اللي أنا بقوله. خلاص كده يا شباب، يبقى الإجابة بتاعتك تطلع 16. شفت مسألة كبيرة قد إيه والحل بتاعها بيبقى إيه؟ اختيار إشارة تضيعك، لأ فبهدوء خالص وأنت بتحل، ركز كده، افهم التمرين كويس. خلاص؟ وضحت كده؟ يبقى ما أقول لك أقل قوة تعمل رسمة وأكبر قوة تعمل رسمة وتستفيد إن أنت هنا طلعت معاملة الفك السكوني وبعد كده ظبطت إيه شغلك. الحل أهو يا شباب شايفينه؟ واضح كده؟ تمام. يلا نشوف اللي بعدها بقى. يبقى انت تختار الاجابه بتاعتك ب، تعلم عليها. السؤال 55 بيقول لي وضع جسم وزنه واو نيوتن على مستوى مائل خشن على الافقي بزاويه سيتا ومعامل التكاك بين الجسم والمستوى يساوي ب، فان القوه المماسيه التي تؤثر على الجسم وتجعل الاحتكاك منعدم بتساوي نقط. خد بالك القوه المماسيه تؤثر على الجسم وتجعل الاحتكاك منعدم، اللي هي اقل قوه يا شباب اللي احنا خدناه من شويه اثباتها، كلمه اقل قوه تجعل الجسم على وشك الحركه كنا واخدينها من شويه، اقل قوه اللي هي واو جالام فاكرينها، واكبر قوه كانت بتبقى واو ظالم، احفظوها احفظوها كويس جدا، هو هنا بيلعب بالافكار يعني ايه هو. خلاص نعلم بقى الاجابه بتاعتك ده للسؤال رقم 55، يبقى يقول لك أقل قوة تجعل أو تؤثر على الجسم اسمها قوة مماسية تؤثر على الجسم تجعل الاحتكاك منعدم، هي إيه؟ الوزن واو جا هاء، وأكبر قوة لو طلبها نقول واو إيه؟ ظا إيه سيتا أو لا الزاوية اللي موجودة يعني اللي هي إيه؟ هاء أو سيتا، لأن الجسم بيبقى على وشك إيه؟ الحركة، فاللي هي سيتا واللام بيساووا زي بعض يعني. رقم 46، وضع جسم وزنه واو على مستوى مائل خشن يميل على الأفقي بزاوية قاسية سيتا ومعامل الاحتكاك بين الجسم والمستوى ميم، أثرت على الجسم قوة مقدارها أوجا سيتا اللي هي الوزن زي الوزن يعني في اتجاه خط أكبر من الأعلى، فإن قوة الاحتكاك هتساوي صفر. يا شباب أنتوا فاهمين الكلام ولا لأ؟ أنت أصلا عندك هنا أوجا سيتا، بيقول لك هتأثر عليك قوة زيها أوجا سيتا، قوة تكافئ دي، فبتخلي الاحتكاك مش موجود، يعني مفيش احتكاك يبقى موجود يعني، فتجعل الاحتكاك بيساوي صفر. يبقى الاحتكاك قوته بصفر، يبقى تاخد قيمته بصفر، يبقى الاجابه بتاعتك ايه؟ جيم. ماشي. طبعا طبعا يا شباب الاحتكاك اللي موجود الجسم اهو على مستوى ماء، فين الاحتكاك يا استاذ؟ اهو ده الاحتكاك، ده هو الاحتكاك السكوني. فانت لما تيجي يعني تحل المساله بتاعتك بتعمل ايه؟ بتقول اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي تحت، فلما تيجي تساويهم ببعض شبه كده واو جا سيتا هتساوي ها اللي هي ح زائد واو جا سيتا، فدول يروحوا مع بعض فالاحتكاك هيبقى منعدم، مفيش احتكاك اصلا، لان انت بتأثر بقوه تكافئ الايه الوزن، فبتثبت الجسم مكانه، مفيش احتكاك هيبقى الجسم في مكانه كده ثابت، القوه اللي بتأثر على الجسم قد اللي نازل فهو في مكانه موجود، فالاحتكاك منعدم يا شباب. خلاص يبقى تختار الاجابه بتاعتك جيم. ماشي.
طيب وصلنا مسألة كام؟ 56 يا شباب، ب 56. طيب السؤال اللي بعده، خلاص 56 جيم. السؤال اللي بعده 57، بيقول لي جسم وزنه واو موضوع على مستوى خشن يميل على الأفق بزاوية هاء، فإذا كانت زاوية الاحتكاك بينهما هي لام، زاوية الاحتكاك بلام، فإن مقدار أقل قوة تجعل الجسم على وشك الحركة لأعلى يساوي نقطة. هنا شباب رقم 57 من المسائل يعني ايه المثبتة وتحفظها. احنا خدنا من شوية أقل قوة لما يبقى على مستوى أفقي تجعل الجسم على وشك الحركة، أقل قوة كنا بنقول واو جاي لام، وأكبر قوة دي أقل، اهي أقل قوة وأكبر قوة اللي هي واو ظلام، فاكرينهم؟ طب لما الوضع بيختلف لما يبقى مستوى ايه يميل على الأفقي، بتبقى أقل قوة عندك واو في الاختيار بتاعنا اللي هو جا الزاوية زائد الزاوية، الزاويتين مع بعض يعني، يعني هنجمعهم الاتنين مع بعض اللي هو هاء زائد ياء، ماشي؟ أقل قوة تجعل الياء طبعا عندك اللي هي اللام، يعني الزاوية اللي هي ايه موجودة، يعني مجموع الزاويتين مع بعض لأن هاء ولام زي بعض يعني، فاهمين؟ يبقى هناخد الاختيار بتاعنا اللي هو هاء زائد ايه لام، وهاء زائد لام اه، فاهمين؟ لأن هو قال لك هنا زاوية الاحتكاك كانت بإيه؟ بلام. لو كان زاوية الاحتكاك بياء كان في كتاب المدرسة مثلا أو في الشرح بتاع المعاصر قال لك إن زاوية الاحتكاك كانت بياء، فهو عشان لحافظ الياء هي الإيه اللام هنا، يعني هي كانت جاية في الكتاب مثبتة كده واو جا هاء زائد ياء، ده الإثبات بتاعه، إحنا نثبتها دلوقتي ما تقلقوش يعني هنشتغل فيه، بس هو غير بقى قال لك إن زاوية الاحتكاك هي لام من غير زي ما هو كان كاتب اللي هي ياء يعني، فالمهم تبقى عارف دي إيه أقل قوة عندك. خلاص تعالوا نحلها مع بعض كده ونثبتها عشان نبقى فاهمين برضو جت ازاي واو جا سيتا زائد لام، بقاعدة لام برضو يا شباب هنشتغل بيها، تمام؟ ركز معايا بس معايا وانت تفهم. هنا المستوى بتاعي اهو الخشن، وده الجسم موضوع، الرسمة العادية بتاعتنا ادي الوزن، وعندنا هنا رد الفعل، وفي هنا احتكاك، طب دي زاوية هي ولاد بيقول عليها بقى اللي هي زاوية الاحتكاك لام، بيكون بين رد الفعل المحصل ورد الفعل ايه العمودي العادي، ماشي؟ وهنا في قوة أقل قوة عندنا بتميل، أدي القوة اهيت، دي أقل قوة موجودة عندي في التمرين، ماشي؟ اقل قوه تصنع مثلا اي حاجه عندك، الزاويه مثلا قياس ايه مثلا ياكل مثلا، احنا كنا بنعمل هنا لام وهنا ياء مفيش مشكله، هنغير هنا ياء ونخليها هنا لام مفيش اي مشكله، خلاص. وهنا الزاويه هي هاء اهيت، بتميل على ايه زاويه يميل افقي بزاويه قياسها هاء، فنقدر نعمل قاعده لام، يعني انت عندك ده متعامد، مستوى متعامد اهو تمام، وده عمودي، رد الفعل بيكون عمود على مستوى دي 90 ناقص ياء اللي هي حته الزاويه اللي هنا دي شايفينها، ودي او ديت لام اللي احنا متعودين عليه، وعندك الوزن الاسفل ممكن نقسم بقى الوزن على مجموع الزاويتين دول، يبقى الوزن على جا الزاويه المحصوره بين القوتين دول مجموعهم يعني، يبقى جا 90 ناقص ياء زائد لام، ماشي؟ ناخد بعد كده ناخد القوة على الزاوية بينهم اللي هي 180 ناقص لام دي، يعني تقول هنا ايه جا 180 ناقص لام، جبنا الوزن والقوة لسه رد الفعل اللي وراء شرطة الزاوية ده هي شباب كلها، طبعا دي هاء تبقى دي زيها هاء، يبقى عندك 90 زائد هاء زائد ياء، جا 90 زائد هاء زائد ياء، فنقول والله هنا 90 ناقص مجموع الزاويتين يعني الوزن على جتا ها ياء، لأن هناخد السالب عن مشترك يبقى ياء ناقص لام. ما نيجي بقى جوه القوة هنعمل مقص، ناخد اللي تحتها دي فين؟ في الواو، يبقى الوزن هنا هيتضرب في جتا اللي تحتها كانت ايه جا، دي جا شباب جا 180 ناقص الزاوية تديك نفس الزاوية، يبقى جا لام زائد هاء على جتا ياء ناقص لام،
هقولها تاني يا شباب المسألة، هقولها تاني، ركز معايا. احنا عملنا ايه؟ قاعدة لامي، خدنا الثلاث قوى بتاعتنا، قوة اهي موجودة شايفينها، قاف، وده الوزن، وده رد الفعل المحصل. القوة تتقسم على الزاوية دي اللي هي 180 ناقص لام زائد هاء. الزاوية ده 180 ناقص لام زائد هاء، وعندي الزاوية اللي هنا دي بين القوة ورد الفعل المحصل اللي هي 90 ناقص ياء زائد لام، وعندي الزاوية اللي هنا بين القوتين دول عبارة عن 90 ناقص الياء زائد الهاء. الزاوية ده يا شباب دي ودي، دي كانت 90 ودي ياء وزاي، 90 زائد ياء زائد هاء مجموعهم يعني. عملنا النسب وطلع معانا القوة بتساوي واو في جا لام زائد هاء على جتا ياء ناقص لام، ماشي. فالقوة دي هتكون أقل ما يمكن عندما المقام يبقى بإيه، بواحد. أول ما ده يكبر ده يبقى إيه، أقل ما يمكن، لأن دي علاقة عكسية، لأن الجتا أي زاوية بقى بتنتمي للفترة المغلقة من سالب واحد لواحد. فتبقى عارف إن أقل قوة هتكون واو، الحل بتاعنا إيه بقى؟ أقل قوة هتساوي إيه؟ واو في جا لام زائد هاء، لو نختار الأولاني. يبقى لو كانت في مستوى أملس يبقى أقل قوة واو في جا الزاوية اللي عندك اللي هي جا سيتا، وأكبر قوة ظا سيتا. هنا بقى تبقى إيه؟ واو في جا لام زائد سيتا، ماشي؟ يبقى لو في مستوى أملس يبقى جا لام زائد سيتا. خلاص كده؟ دي أقل قوة، هنتكلم عن أقل قوة. يبقى الاختيار بتاعنا إيه؟ ألف للسؤال 57. السؤال 58 واللي وضع جسم مقدار وزنه واو على مستوى خشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها ه، فوجد أنه على وشك الانزلاق، فإن القوة التي توازي خط أكبر ميل للمستوى وتجعل، عايزين المرة دي بقى إيه يا أولاد؟ القوة التي توازي خط أكبر ميل للمستوى وتجعل الجسم على وشك الحركة لأعلى المستوى. هي يعني المسألة بتاعت 58 زي اللي قبلها. خد بالك اللي قبلها ان هنا الجتا دي تبقى بواحد امتى؟ لو الزاويه دي بصفر، عشان برضه تبقى عارف الزاويه دي بصفر يعني الياء هتساوي ايه لام في الحاله دي، عشان لو جات لك في الاختيارات يعني. اقل قوه هتبقى واو في جا هاء زائد لام عندما الياء بتساوي ايه اللام اللي عندك، الياء واللام زي بعض، او الزاويتين اللي احنا اخترناهم دولت اللي هم ايه في المقام بيكونوا ايه متساويين اللي هم الياء واللام. ممكن بقى يغيرهم يجيب هاء ولام، فتبقى عارف يعني الزاويتين بتغيروا، لان هي محلوله في كتاب المعاصر وجايب الزاويه بدل اللي كانت لام جايبها ياء، عشان ما تلخبطش يعني ايه في الرموز وانت بتشتغل، تمام. طيب السؤال اللي بعده، خلاص تعالى نحله كده. 58 احنا خلاص كده فهمنا ايه 57، عشان بس نربط الافكار ببعضها نحل بقى المساله ايه. خلاص كده يا شباب نحل بقى 58. 58 دي بتقول ايه؟ احنا هي زيها يا استاذ، يعني هي زيها شباب مش كده؟ شباب هي زيها، احنا قرأناها خلاص وعرفنا ان هو عايز ايه المرة دي. اكبر قوة، القوة التي توازي خط اكبر ميل وتجعل القوة على وشك الحركة لأعلى، تجعله على وشك الحركة، عايزين تبقى بكام؟ طيب هنا تعالوا كده نعملها مع بعض. هنا القوة بتاعتي وهنا واو تحلل واو جتا هاء، وهنا واو يا هاء، ادي زاوية وادي زاوية، وادي الوزن وده رد الفعل. الحركة الأعلى يعني معامل احتكاك السكوني لأسفل، ميم سين راء. طب هنعملها ازاي يا شباب؟ حاول نثبتها كده مع بعض، لأن هنا ما جابش زوايا يعني قالكش لام وكلام من ده، فهو عايز بدلة المعطيات اللي عندك. هتحل عادي يعني، انت هتحل عادي، هتعوض بس في القوانين المعتادة، اليمين بيساوي الشمال اللي فوق يساوي تحت، وتصفي مسألتك بس كده. بس انت ايه، تصبر على المسألة. واو يساوي جتا هاء اهو، وهنا القاف هتساوي ميم سين في راء زائد واو جه. ممكن نعوض بقى يا استاذ مكان الراء هنا. طب ما انت عارف معامل الحاج السكوني اللي هو ظل الزاويه، اللي هو ظل الزاويه ايه، هاء اهي في واو كتاه، جميل. صف بقى، بس عايزه محتاجه تصفيه بس. يبقى القاف الوزن هنا هي دي جه على جتا، تختصر يبقى جه. خلاص خلصت المساله في خطوه واحده، يبقى قوه بتساوي 2 واو. خلاص احفظها بقى. اما لك اقل قوه يبقى تقول له واو في جا لام زائد هاء، اكبر قوه 2 واو جا هاء. ها احفظها، اكبر قوه 2 واو جا هاء، اقل قوه 2 واو جا لام. ده في مستوى ايه؟ مائل. لو مستوى خشن افقي، مستوى افقي يا شباب غير مائل، اقل قوه تبقى واو جا سيتا، واكبر قوه واو زا سيتا. ها احفظهم، احفظهم، هيوفر معاك في الامتحان كتير الفكرتين دول. اول ما يجي لك اختار على طول، ما تضيعش وقت عشان وقت الامتحان.
بس يبقى عارف مستوى افقي خشن ولا مستوى مائل. مستوى افقي يبقى اقل قوه واو جا سيتا، اكبر قوه واو زا سيتا. هنا لو قال لك مستوى يميل على الافقي بزاويه سيتا، اقل قوه هتبقى ايه؟ واو جام واو في جا لام زائد ايه زائد الزاويه اللي عندك، الزاويتين اللي بيجيب الرمزين يعني اللي بيجيبهم تحطهم هنا. لو حط لك ايه حط ياء مع لام، ها بالعربي اهو بسهوله خالص اهو. فهمتوا؟ لان في زي ما قلت لكم في كتاب المدرسه جايب لك الزاويه اللي هي الهاء دي اعملها ياء عشان اما تتلخبطش وانت بتذاكر، يعني بوضح لك كل حاجه خلاص. وهنا اكبر قوه اللي هي 2 واو جا هاء. ماشي، يبقى تختار الاجابه بتاعتك الاجابه ج. سؤال 59: اذا وضع جسم وزنه واو على مستوى مائي خشن يميل على الافقي بزاويه قياسها هاء واثرت عليه قوه مقدارها واو في اتجاه خط اكبر من المستوى الاعلى فاصبح الجسم على وشك الحركه، فان معامل الاحتكاك السكوني اذا ظل الزاويه يساوي نقطه. طيب احنا هنعمل الرسمه العاديه بتاعتنا المعتاده. هذا الجسم اهو الوزن الاسفل، وهنا قوة أثرت على الجسم مقدارها واو، يعني دي واو برضو زي الوزن يعني، فجعلت الجسم على وشك الحركة الأعلى. هنا معامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل العمودي، وهنا واو جاها زي ما احنا حافظين يا شباب ان احنا حللنا القوة في اتجاهين متعامدين، يعني هنا واو جتا هاء، وهنا واو فين واو جاها، وهنا رد الفعل العمودي. يبقى راء بتساوي واو جتا هاء، والوزن يساوي واو جا هاء زائد ميم سين في راء. تمام كده. تعال نعوض بقى مكان رد الفعل هنا، يعني بالتالي ان الوزن هيساوي طبعا لسه في اولاد معاه تاريخ السكون، يعني ده زائد ده احنا كتبناه. طيب كتبنا كده كل حاجة، كمل بس معايا كده الخطوات، كل حاجة مكتوبة تمام. تعوض بس وتختصر مفيش مشكلة يعني. يبقى له واو جا هاء معاه تاريخ السكوني في رد الفعل العمودي، جاب لك معامل التكيك السكوني موجود؟ لا ما جابوش. تمام، رد الفعل العمودي اهو. ممكن نختصر يا استاذ، واو مع واو مع واو. تمام، يبقى واحد بيساوي جا هاء زائد ميم سين في جتا هاء. طيب ميم سين جتا هاء، وهنا هو عايز يقفل الاختيارات، عايز ميم سين زائد ظا هاء. طيب نجيب الظا ازاي؟ الظا نجيبها ازاي؟ لو قسمنا كله على ايه؟ على جا، هنا على جا وهنا على جا، دي هتبقى بواحد ودي تبقى بإيه؟ بقتا، وديت جتا على المفروض نقسم على جتا بقى عشان تبقى ظا، مش كده؟ يعني عندك معامل احتكاك السكوني اهو، هنا نقسم على جتا شباب تاني تاني، هنقسم على جتا مش جا، خلاص يبقى العلاقة ديت مش مظبوطة. تعالى بقى ناخد العلاقة بتاعتنا دي، احنا وصلنا ان الواحد بيساوي واو جا هاء زائد معامل الاحتكاك السكوني في جتا هاء. شباب احنا لما نقسم على الجتا الظاء هتظهر، لكن الواو طبعا راح، دي واحد برضه اه، دي اختصرناها فوق يعني. احنا عايزين الظاء يا استاذ نعمل ايه؟ نقسم على جتا بقى. تمام، نقسم على جتا عشان الظاء تبقى موجودة ودي تتخلص منها كده. تمام، ظبطت المسألة. لكن لو كنا قسمنا على جا مش هتبقى مظبوطة، مش هيوصلنا للحل المطلوب يعني، لأن هنا هتبقى الظاء، هي هتبقى صح بس هتكمل بقى بخطوات تانية، ترجع تاني الزاتا تقول واحد على زا وترجع تضرب زا في كله شغلانة بقى. لا انت من الاول ظبطها، هي مش غلط ولكن طريق طويل، ده طريق سريع على طول. اهو اظن انت فاهمين الكلام ده. واو على جتا اللي هي قا، وهنا جا على جتا اللي هي ايه؟ زا. بس كده انت خلصتها، ده اللي هو طالبه منك، لانه عايز منك ميم سين زائد زا زا هاء، يطلع بقا هاء الاختيار بتاعنا الف. اتمنى تكونوا فهمتوها. تمام، ها راجع بس الخطوات، وهي بسيطة يعني، انت بس بتعمل يمين زي شمال وفوق زي تحت وبتصفي مسألتك، بس تختصر على واو وتصفي التمرين بتاعك. يبقى الإجابة ألف. تعال شوف سؤال 60. هنا بيقول لي جسم وزنه واو واو ثقل جرام إذا وضع على مستوى أفقي خشن وأثرت عليه قوة مقدارها 100 ثقل جرام أصبح على وشك الحرجة، وإذا أميل المستوى بزاوية قاسية 45 درجة على الأفقي وأثرت على الجسم قوة مقدارها 150 جذر سكوني بيساوي 100 على واو. هنا بقى أثرت على الجسم قوة 150 جذر 2 فجعلته على الإيه؟ الحركة الأسفل، خد بالك هينزلق، ينزلق ده يعني هينزل لتحت، فالمقاومة هتبقى فوق. فاهمين الكلام؟ شباب لما تأثر على جسم قوة وهو
موجود، القوة ديت 5 جذر 2 فعلتها إلا القوة هتعمل إيه؟ هتخليته ينزلق، هينزل لتحت. القوة بتأثر بيها بس ما بيعملش حاجة، فإيه زي ما القوة ضعيفة يعني. فكلمة ينزلق دي يعني اسمها أقل قوة، 15 جذر 2 ده أقل قوة أثرت على الجسم. فجبنا معاه تكيك السكوني فوق، عرفنا ليه اخترناه فوق، لأنه قال لي ينزلق في المسألة. ينزلق يعني إيه؟ اتجاه الحركة هيبقى لتحت، يبقى المقاومة فوق، المقاومة هتيجي مع القوة يعني. ماشي، وده الوزن بتاعك بتحلله خلاص. بس انت كده فهمت، دي اللعبه بتاعت المساله التكه بتاعتها. بقول لك كلمه ينزلق ما تحفظش بقى ان انت على طول بتعمل مقاومه تحت، لا هو بينزلق اهو، يبقى المقاومه تيجي مع ايه؟ مع القوه الضعيفه اللي بتاثر. ماشي، لان الزاويه بقول لك اتحولت بقت 45، هو كان الاول على مستوى خشن، بعد كده رفعنا المستوى بقى عامل زاويه 45، فزاويه 45 خلته ينزلق، ينزل لتحت كده يقع، فالمقاومه تيجي فوق، لان المقاومه عكس اتجاه الحركه يعني. يبقى هنا واو جا هاء العملية جاية 45 يعني، وهنا واو جت 45، وده رد الفعل موجود. ففي الحالة التانية رد الفعل هيساوي واو على جذر 2 اللي هو جت 45، وهنا معامل احتكاك السكوني زائد رد الفعل زائد القوة اللي هي 15 جذر 2، معامل احتكاك السكوني اهوت. طبعا معامل احتكاك السكوني ثابت اتعوض بيه هنا يعني. رد الفعل في التمرين اللي هو واو جت 45 يعني، واو في 1 على جذر 2، انا بعوض على طول يا شباب، ده بيساوي ده وعوضته هنا يعني. انا بعوض اليمين بيساوي الشمال، وانا لقيته معناته كده سكوني في رد الفعل العمودي، رد الفعل اهو اللي هو في 1 على جذر 2 عوضته هنا. فاهمين الكلام؟ بيساوي واو اهو في جهه 45 اللي هي 1 على جذر 2. ماشي كده. القوه كانت كام؟ 15 ولا ايه يا شباب؟ القوه 150. القوه 150، ارجع تاني دايما معاك كده وشوف لو في رقم ناسيه. خلاص انت ظبطت مسألتك اهو، 150 جذر 2 زائد معامل الاحتكاك السكوني بتاعنا اللي هو كان 100 على واو في الوزن في 1 على جذر 2 بيساوي واو في 1 على جذر 2، ده هيروح مع ده ونضرب في جذر 2 كله يعني، تبقى ليه 300، ودي راحت خلاص ودي راحت، يبقى واو راحت مع واو. جميل، خلاص خلصت المسألة يعني. لو 300 وايه الوزن طلع بكام؟ 400. جبت الوزن ب 400، تقدر تجيب بقى معامل التكاك السكوني. هو طالب ايه في المسألة أصلا؟ معامل التكاك السكوني، تمام. ميم سينا هنعوض بقى، يبقى 100 على 400 تطلع ايه؟ بربع. يبقى معامل التكاك السكوني بيساوي ربع. بس دي الفكرة بتاعتنا للمسألة رقم ايه؟ 60. تاخد بالك وانت بتحل، استفدت من المعلومة الأولى والمعلومة التانية، لأن الوزن هو هو يعني. الجسم كان موضوع مستوى خشن، وبعدين رفعنا الزاوية 45 درجة، فلما رفعناه ل 45 الجسم هيتزحلق، بينزلق، بينزلق لتحت، يبقى اتجاه القوة اللي بتأثر عليك الضعيفة. ماشي، بس اتجاه المقاومة هي اللي فوق، لأن هو بينزلق، يبقى القوة والمقاومة بيحاولوا يوقفوا الجسم، فاهمين؟ فالاتنين في جهة واحدة. ها، أتمنى تكونوا فهمتوا السؤال رقم 60. ها ماشي تمام، يبقى ربع اهو يا شباب. يبقى كده ما تنساش تعلم على الاختيار ج. نشوف السؤال 61. تمام، السؤال 61 بيقول لي وضع جسم وزنه واو نيوتن على مستوى افقي خشب، فان افقي خشب معامل احتكاك السكوني بين الجسم والمستوى ميم س، وكانت القوه الافقيه التي تجعل الجسم على وشك الحركه قاف نيوتن، فإذا كانت القوة أقل من واو عايزين نجيب علاقة بين معامل الاحتكاك السكوني واحد. طبعا دي معلومة يا شباب تاخد بالك منها، إن دايما معامل الاحتكاك السكوني بيكون أكبر من صفر وأقل من واحد، كسر دايما يعني. ماشي، يعني أنت المسألة هي 61 برضه، أحاول أفهمك، ركز كده بس معايا. قال الجسم أهو، وده الوزن وده رد الفعل، وأنت اشتغلت شغل عادي يعني، هنا القوة وهنا ميم سين في راء. يبقى رد الفعل هيساوي قوة على ميم سين، لان انت اصلا بتقول المعامل التكيف السكوني في رد الفعل بيساوي القوه خلاص، وعندك رد الفعل ده بيساوي الوزن، يعني معامل التكيف السكوني في الوزن بيساوي القوه. هو بيسالك بقى معامل التكيف السكوني هيبقى النسبه بين القوه والوزن، ما ينفعش طبعا ان احنا نقسمها يطلع عدد سالب اصلا، فلازم تكون اكبر من الصفر واقل من الواحد خلاص، لان القوه اللي عندك يعني قيمتها زي ما احنا عارفين ما كنا بنيجي نحلل اصلا الجتا بتبقى تقع بين صفر وواحد، فاهمين؟ فانت عندك دايما المعامل التكيك السكوني طبعا ما ينفعش الناتج يبقى بصفر، يبقى الناتج لازم يكون اكبر من صفر ولا سالب واقل من الواحد. يعني انت هنا القوه ممكن تكون اكبر من المقاومه، ما يتقسموا على بعض، قوه اقسمها قوه بتاثر اكبر من الوزن، يبقى ده نسبه بين مين ومين؟ بين قوه ووزن، فاهمين؟ لانه قال لك في المساله، قال لك معلومه اهي، قال لك ان القوه
كانت اقل من الوزن. شايفين المعلومه دي اللي فوق؟ القوه دايما اصغر من الوزن، دي اصغر من دي دايما، فدايما لما يتقسموا ببعض هيديك اقل من واحد. بس انت كده فهمتها يا شباب. احنا كنا بنفترض ان القوه دايما ما نعرفش، بس هو حدك الزمك قال لك في حاله لما القوه تبقى اصغر من الوزن. ركز كده، لما اللي فوق يكون اصغر من تحت، يعني مثلا اللي فوق 3 واللي تحت 4، اللي فوق مثلا 2 والتاني 7، فدايما ده يبقى كسر. يعني مثلا 75 من 100 دي تقع بين مين ومين؟ بين الصفر والواحد. يبقى دايما دايما يا شباب، دي بقى ارقام عشان تبقى فاهم، يعني دايما لما يبقى المقام اللي عندك ده اصغر ولا اكبر، المقام بقى يبقى اكبر، المقام اكبر من البسط، فالناتج يبقى اقل من الواحد، ودايما معاه ما تكون ما ينفعش يبقى صفر، فتبقى ايه، تقع بين صفر وواحد. بس دي الفكره بتاعت ايه، 61. طب سؤال 62 بيقول لي وضع جسم مقداره 200 ثقل جرام على مستوى ماء خشن، تؤثر عليه قوه مقدارها. المساله اللي فاتت يا شباب 61 علم على جيم، اختار جيم كده عشان اللي بيسال دايما، او ساعات انا مثلا ممكن اختار حاجه غلط يبقى سهو مني يعني، فانا ايه رقم جيمه ماشي. لو انا نسيت مثلا اقول لك اختاروا كذا، انت خلاص الحل اهو، تبقى عارف بقى المساله فين الحل بتاعها، تمام. لكن انت في الامتحان ما تنساش، تعلم على الاجابه جيم يعني. المهم تعال نكمل كده. مساله 62، وضع جسم مقداره 200 ثقل جرام على مستوى ماء خشن، تؤثر عليه قوه افقيه مقدارها ق في خط اكبر ميل للمستوى الى اعلى. فاذا كان الجسم على وشك الحركه لاسفل عندما قارنت القوه ب 80 ثقل جرام، ويكون الجسم على وشك الحركه لاعلى عندما تكون القوه ب 120، فإن قياس زاوية ميل المستوى على الأفق بكام؟ طيب احنا عندنا هنا حالتين، تعالوا كده نشتغل يا شباب. رقم 62 اهو، ادي الجسم بتاعنا والمستوى اهو، ادي القوة بتاعتك. في الحالة الأولى الوزن كان 200، وزن الأسفل اهو 200، وهنا رد الفعل العمودي، وهنا الوزن هيتحلل. 200 جا الزاوية اللي عندنا، وهنا 200 جت الزاوية هاء، وهنا رد الفعل، وهنا القوة. في طبعا مقاومة معانا لما يتحرك في الحالة الأولى، بيقولك الأولى كانت القوة بكام؟ قاف في اتجاه خط أكبر ميل أعلى المستوى، الجسم على وشك الحركة لأسفل كده، كانت القوة ب 80. في الحالة دي كانت القوة ب 80 يا شباب. لما يتحرك لأسفل فتبقى المقاومة هنا ميم سين راء، فهي تقول إن 180 زائد ميم سين راء بتساوي 200 جا هاء، ماشي. دي سماها أول علاقة عندك. العلاقة التانية بقى لما القوة تقص عليها تبقى 120، نعملها رسمة تانية كده على الجسم، هذا الوزن وده رد الفعل، نفس اللي احنا عملناه بس الاتجاه هيتغير، لأن قال لك لما القوة تبقى 120 هيكون الجسم على وشك الحركة لأعلى، هيتحرك لفوق كده، فبالتالي المقاومة هتيجي لتحت ميم سين راء، وكل حاجة زي ما هي بقى، 200 جا هاء، وهنا عندك رد الفعل بيساوي طبعا 200 جا هاء جتا هاء زي ما هي، كله زي ما هو، بس اللي اتغير بس الاتجاه، القوة تبقى ب 120، وهنا المقاومة جت هنا. ففي الحالة التانية تقول والله إن 120 هتساوي ميم سين راء زائد 200 جهة، ماشي. نكتبها فين؟ نكتبها هنا بخط كبير. القوة الأولى 80 بتساوي 200 جهة ناقص ميم سين في راء. الحالة التانية إن 120 تساوي 200 جهة زائد ميم سين راء، بنجمعهم دول يروحوا مع بعض تصل أهوت، فيبقى هنا 120 و200 و80 ب 200 تساوي 400 جا هاء، يبقى جا هاء تساوي 200 على 400 فيها النص يعني، فتبقى الهاء ب 30. بس خلص المسألة دي، مسألة 62. يبقى المسألة بتاعتنا 62 الإجابة بتاعتها بقى خلاص. نشوف السؤال اللي بعده 63 شباب، ده الجزء الثالث يعني، أنا الفيديوهات بعملها ده الفيديو الثالث ماشي، عشان اللي متابعني يعني، احنا في الفيديو التالت اهوت وبنحل خلاص، هيبقى تلاقوا كلهم موجود في قائمة التشغيل، تخش تلاقي الفيديوهات مترتبة يعني، تمام. نكمل مع بعض السؤال اللي بعده، ده كان كام؟ ده كان 62 اهو، والاجابة به. تعال نشوف 63 كده نقراه مع بعض. بيقول لي وضع جسم وزنه 50 نيوتن على مستوى ماء خشن يميل على افق بزاوية سيتا، اذا كان اقل واكبر قوة موازية لخط اكبر ميل، وتجعل الجسم متزنا هما قوة 10 وقوة 40 على الترتيب، فإن معامل احتكاك.
هي زي المسألة اللي فاتت، زي شباب يعني الزاوية، لو تفتكروا المسألة اللي فاتت كنا طالعين زاوية 30، يعني هي زيها يعني. حاول بس كده نفهم بقى، نفهم برضو يعني. انت عندك قوتين، في اكبر قوة واقل قوة، ده المستوى بتاعنا اهو. ماشي يا شباب، حاول ركز معايا. وضع جسم وزنه 50 نيوتن، الوزن كان 50، ماشي. لا الوزن 50 بتاعنا بيميل بزاوية سيتا. فإذا كان أقل وأكبر قوة، يعني أقل قوة كانت 10، إيه أقل قوة ديت؟ أقل قوة إحنا قلنا شباب إن هي قوة ضعيفة، المقاومة بتبقى معاها يعني. يعني هنا ميم سين راء معاها. خلاص، وعندك هنا الوزن اللي هو 50 جا سيتا. أكبر قوة بقى التانية كانت 40، أكبر قوة قوة قوية يعني المقاومة عكسها. هتحرك الجسم يعني. تمام، يبقى المقاومة هتخلي اتجاه الحركة قدام يعني. يبقى دي الفكرة بس بتاعتها، أكبر قوة وأقل من قوة، اللي كتير بيبقى صعب على الطلبة يعني، وبتلخبط في الامتحان لأنه مبيقرأش كويس. اقرأ بس كويس. يبقى العشرة ده كانت إيه؟ أقل قوة، يبقى المقاومة معاها، ودي أكبر قوة مش محتاجة مقاومة معاها. خلاص، دي خلاصة الكلام. خلاص، فأنت بس هتعمل علاقتين، وأنت عندك في الحالتين رد الفعل بيساوي هنا الوزن جا هاء، وهنا لأن إيه؟ الوزن ما اتغيرش. هنا رد الفعل أهو، وزن جه. حاول بقى تحلها كده زي اللي فاتت، تقول له 10 زائد ميم سين راء فيساوي. لو تلمح يعني، لو انت لمحت حاجه معايا من المساله، ان معامله الحكايه السكونيه لما نجمع مرتين هيروحوا مع بعض، لو انت لمحتها يعني. يبقى 40 بتساوي ميم سين في راء زائد واو جه. المعادلتين يعني معامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل، رد الفعل بيساوي الوزن اللي هو 50 في جتا 30. يبقى 10 بتساوي نص ال 50، 25 ميم سين في 50 في جتا 30 بجذر 3 على 2. خلاص كده؟ ها كمل معايا بس الآخر. يبقى دي تطلع 25 جذر 3 ميم سين، يعني 25 جذر 3 ميم سين، جبناها الناحية التانية وجبنا دي مكانها، فبقت 15. يعني معامل الاحتكاك السكوني يساوي 15 على 25 جذر 3. اضرب بسط المقام في جذر 3 او صفيها بقى براحتك زي ما انت عايز، المهم تطلع الناتج صح. على 5 فالتلاتة على 5 فالخمسة، اضرب بسط المقام في جذر 3 عشان تصفي المسألة، فيطلع الناتج جذر 3 على ايه؟ على 5. شباب محدش يستعجل ويقوم قايل معاه محتاج السكون ظل الزاوية اللي هو طلعها، ماشي. لا، هو افهم المسألة، لأن في حالتين، في حالتين يا شباب، يعني القوة اتأثرت عليها هنا وهنا، فمعاه محتاج السكون ايه عندي في المسألة بيكون ثابت، ماشي. ما تقولش ظل الزاوية بقى، لأن معاه التكوس بيساوي ظل الزاوية اللي هنا. وضحت الفكرة؟ مسألة 63 يا شباب، ركز معايا كده في السؤال. 63، رقم 63 بيقول لي وضع جسم وزنه 50 نيوتن على مستوى ماء خشن يميل على الأفق بزاوية قياسها سيتا، فإذا كان أقل وأكبر قوة موازية لخط أكبر ميل وتجعل الجسم متزن على مستوى هي 10 و40 نيوتن على الترتيب، فإن معامل الاحتكاك بيساوي نقطة. شباب احنا عملنا الاول رسمة ودي رسمة تانية. اقل قوة كانت بعشرة، فايه المقاومة تبقى معاها لان هي قوة ايه ضعيفة، يبقى 50 جهة هنا. وعملنا رد الفعل وعملنا معادلتين، ماشي. المعادلة الاولى والمعادلة التانية هما اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي لتحت. طلعت المعادلة الاولى هي 10 زائد ميم س بيساوي 50 جهة. في الحالة التانية القوة كانت 40، فايه دي كانت قوة كبيرة تجعل الجسم على وشك الحركة ايه لأعلى، فالمقاومة تيجي هنا. يبقى ال 40 هتساوي ميم س ر زائد واو جا هاء. تمام، بعد كده عملنا ايه؟ حلينا المعادلتين مع بعض، المعادلة الأولى والمعادلة التانية، جمعناهم مع بعض يعني. فطلع عندي إن ال 40 معادلتين هم حلينهم مع بعض، يعني ميم س ر راحت مع سالب ميم س ر، يعني ال 50 بتساوي 100 جا هاء، فطلعت الجا هاء بتساوي نص، يعني الهاء طلعت ب 30. طلعنا زاوية هاء قياسها بكام؟ ب 30 درجة. هو عايز بقى معاه محتاج سكوني، نعوض بقى في اي معادله، احنا جبنا الهاء نعوض في اي معادله من المعادلات اللي عندنا عشان نطلع. فجاء المعادله الاولى عوضنا فيها مكان الهاء، مكان الهاء ب 30، فتبقى 10 بتساوي 50 جا 30 ناقص معاه محتاج سكوني في رد الفعل اللي هو 50، رد الفعل بيساوي الوزن في جتا هاء، يبقى 50 في جتا 30. تمام، وبعدين اشتغلنا بقى عادي، صفينا المساله، طلع معاه محتاج سكوني جذر 3 على ايه؟ على 5. ها ده الحل بتاعنا، كنت قرات مساله تانيه وانا بشتغل. خلاص يعني انا رجعت تاني الحل اهو معاكم، ودي الخطوات يعني. شايفين ده الحل بتاعنا يا شباب لمسألة 63، والإجابة بتاعتنا هتبقى ألف. خلاص، نقرأ بقى المسألة بعدها رقم 64. هي المسألة بتاعتنا رقم 14، نشتغل فيها كده. رقم 64، وضع جسم وزنه واو على مستوى ماء خشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها هاء،
أثرت عليه قوة قاف في اتجاه خط أكبر ميل المستوى، فكان على وشك إيه الحركة عندما كانت قاف بتساوي 50 واو أو 4 5 واو. خد بالك في قوتين، يعني قوة صغيرة قوة ضعيفة وقوة قوية. الضعيفة المقاومة تبقى معاها، وقوية مقاومة عكسها، تمام؟ يعني التاني هتحرك الجسم، يعني مش هتأثر على اتجاهه يعني، والتاني هتأثر تخلي اتجاه الحركة لفوق. يعني هي نفس المسألة ايه اللي فاتت. هذا الجسم اهو، وهذا الوزن اهو، وهذا حاول بس تفهم المسألة 64 اللي هي سهلة يعني يا شباب، بس وانت بتشتغل الأمور بسيطة إن شاء الله. ركز كده، احنا قلنا هنا القوة الأولى صغيرة ضعيفة، يعني 2 على 5 واو، هيكون معاها مين؟ هيكون معاها المقاومة اللي هي ميم سين راء، خلاص. وهنا الوزن في جا هاء، وهنا الوزن جتا هاء، وهنا بيكون رد الفعل، تمام؟ طيب نقدر نعمل بقى معادلات للحالة الأولى. هنعمل الحالة الأولى المعادلات بتاعتنا، نقول والله 2 على 5 واو زائد ميم سين في راء هتساوي واو جا هاء. طيب هو قال لك ايه بقى في المسألة؟ يعني جاب نقطة تاني في التمرين، واحنا ممكن نعوض مكان رد الفعل بواو جتا هاء، يا يبقى 2 على 5 واو زائد معامل احتكاك السكوني، عشان نحذف بقى واو مع واو. ها، واو جتا هاء بتساوي واو جا، شيل واو مع الواو مع الواو، يبقى 2 على 5 زائد معامل احتكاك السكوني في جتا هاء تساوي جا هاء. طيب دي المعادلة معانا اهي، طلعناها. طيب بيقول لك القوة بتساوي 50 واو. القوة يا أستاذ 2 50 واو، ما احنا كنت عوضنا مكان القوة اهو. ماشي، سيب بقى المعادلة بتاعتك دي، سيب المعادلة زي ما هي كده. طيب حاول تطلع كده نسبة معايا. انت عندك هنا نقدر نطلع بقى، يعني دي 2 على 5 وديت ميم سين. طيب نعمل بقى الرسمة التانية عشان نطلع منها الايه النسب بتاعتنا، لان الاولى مش هينفع نطلع منها نسب. طيب ادي اهو الشكل بتاعي كده، ولا ايه الوزن، وقلنا القوة التانية يا ولاد قوة قوية، يعني اتجاه الحركة هيبقى لفوق في الحالة التانية، لان 4 على 5 واو، فاتجاه الحركة هيبقى فين؟ لأعلى، المقاومة تبقى تحت. هي نفس الفكرة يا شباب، يعني افهم الحتة دي عشان دايما ميم سين راء تختصر وتسهلك الحل. هنا راء وهنا واو جت اهي، وهنا واو جاها، فنستنتج بقى ايه ان 4 على 5 واو دي ادي علاقة اهي عشان ما يتلخبطش معايا. افهم بس كده، 4 على 5 واو ناقص ميم سين، هعملها مرة واحدة، ده ناقص ده بيساوي ده، ناقص ميم سين راء، وعندك اللي هو جت اهي مفيش مشكلة. ها كمل للآخر بس معايا كده، هنا بيساوي واو جاها، كمل العلاقة دي، واو ناقص ميم سين في رد الفعل، رد الفعل اللي هو واو جتا هاء، واو جتا هاء يساوي واو جا هاء. شيل بقى الواو مع الواو مع الواو، واجمع العلاقتين دول مع بعض، لما يجمع ده يروح مع ده، فيتبقى عندك 2 على 5 و4 أخماس، اجمعهم يبقى 6 أخماس بتساوي جا هاء. الله، جبنا النسبة يا أستاذ، يبقى جا هاء بتساوي كام؟ 6 أخماس. طب في حاجة تانية هنا؟ دول لما يتجمعوا يبقوا 2، ما هي جاها وجاها باتنين جاها، مش انت جمعت الأيمن مع الأيمن والأيسر مع الأيسر؟ خلاص طلع لي باقي جاها بتساوي 3 على 5. طيب دي جاها، نقدر بقى نجيب ظاهاء، يبقى عاملين مثلث كده صغير، أدا الهاء ولي 3 ولي 5 ولي 4، فأنت طلعت ظاهاء بتساوي مقابل عام جوري اللي هي 3 على 4. دي الإجابة الأولى. أنت عايز تجيب بقى بعد كده ميم إيه؟ ميم سين اللي هي ظالم، يعني اقول لك هات النسبه بين ظاهر وظالم، انت جبت ظاهر اهي. تعالى بقى عوض مكان الجاهة ب 3 على 5 في اي معادله عشان تطلع ايه؟ ميم سين. ما هو انت هتعوض في المعادله دي مثلا اللي فوق، تعالى كله بما ان 2 على 5 زائد ميم سين في جتا ه، الجتا مجاورة على الوتر اللي هي 4 على ايه؟ على 5، بيساوي جاه اللي هي 3 على ايه؟ على 5، وادي دي الناحيه الثانيه واعكسها بعكس الاشاره، فتبقى الميم سين بتساوي 5، وهنا 4 على 5 مضروبه فيه، فالخمسة تروح مع الخمسة، يبقى أنا معامل احتكاك السكون يطلع بإيه؟ بربع. جميل جميل، يا ظالم يعني يا أولاد، جبنا الظالم بربع، وعندك الظهر بتلات أرباع تقسمهم بقى على بعض. خلاص أنت كده خلصت مسألتك، يا ريت بس تكونوا شايفين الخط وواضح قدامكم، اكتبوا معايا عشان بس إيه ما تتهوش.
يبقى جبنا معادلة ومعادلة اهي. تعال نجيب بقى نقسمهم على بعض. يعني بيقول لي هات لي ظا هي على ظا لام، ظا هي 3/4 على ايه الربع، تطلع الناتج ايه النسبة 3 الى ايه الى 1. فهمتوا؟ يبقى دي الإجابة بتاعتنا للسؤال 64 د، إجابة د. ها فهمتوها؟ تمام. نشوف السؤال اللي بعده 65. يلا يا أبطال معايا كده عشان نخلص إن شاء الله، نحاول نخلص الاحتكاك النهاردة إن شاء الله. هنا 65 بيقول لي مستوى مائي الخشن يمين الأفقي بزاوية ج تمنها يساوي 5/13، وضع عليه جسم مقدار وزنه 130 نيوتن، وأثرت عليه قوة في اتجاه خط أكبر ميل إلى أعلى المستوى، فإذا كان معامل الاحتكاك السكوني بيساوي 50، فإن النهايتين اللتين ينحصر بينهما مقدار القوة التي تجعل الجسم في حالة اتزان على المستوى هما هل 80 و100، هل 100 و120؟ تعالوا نشوف كده. ماشي الشباب، هنا 65 هو محتاج القوتين، يعني في حالة لما تبقى أقل قوة أكبر قوة، لأن في قوة ضعيفة وقوة تقدر إن هي تحرك. قوة ضعيفة، قوة ضعيفة دي المقاومة تبقى معاها. يبقى فكرة المسألة دي كده، إن أنت عندك هتفرض إن في حالتين، يعني تحل المسألة. الحالة الأولى أدي القوة، وده المقاومة بتاعتك اللي هي ميم سين راء، تبقى معاها أقل قوة، وبالتالي هنا هيكون طبعا زي ما احنا عارفين هنا رد الفعل، وهنا الوزن جتا هاء، وهنا واو جا هاء. يعني الحالة الأولى يا شباب إن قاف زائد ميم سين في راء بتساوي واو جا هاء. الحالة التانية المقاومة هتيجي هنا من غير بقى ما نرسمها، تبقى عارف إن قاف ناقص ميم سين راء بتساوي واو جا هاء، هتيجي الناحية التانية يعني بعكس الإشارة، دي هتيجي الناحية التانية، دي في الحالة التانية. يبقى أنت عندك حالة أولى وحالة تانية، دي أقل إيه قوة ودي أكبر قوة. تمام، تعالوا بقى نشتغل يعني بالتعويض. هو تعالوا نعمل علاقة هنا بس عشان نوضح الخطوات تاني. أهم حاجة العلاقتين دول أنت فاهمها همت، بتاعت إيه أقل قوة أكبر قوة، صف فيها. تعال صفها في حتة واسعة هنا بخط واضح عشان ما نتلخبطش. ماشي، إحنا قلنا إن قاف زائد ميم سين في راء العلاقة دي يا شباب تساوي واو جا هاء ليه أقل قوة. عوض معايا كده، القوة اللي عندك قاف زائد 50 في رد الفعل العمودي اللي هو الوزن في جتا هاء، الوزن 130، الجتا مجاور على وتر اللي هو 12/13، بيساوي الوزن اللي هو 130 في الجا هاء، الجا مقابل على ايه؟ على وتر. ماشي، رقم 65 مستوى ماء الخشن يميل الأفق بزاوية جبهة. ده جبت تمام، جبت تمام يا شباب. دي مشكلة جامدة، مشكلة جامدة، دي تسرع في القراءة. شفت ملخبطك أول مرة، يعني جبت جبهة دي قبل كل شوية شغالين جا، ده جبت تمام بقى، يعني زاوية هاي جبت تمام، ده مجاور على إيه؟ على وتر، اللي هي جتا يعني 5/13 تبقى 12 من فيثاغورس. طيب فكرة حل المسألة إيه؟ هو عندك هنا قوة وقوة، عايز القوة الصغيرة والقوة الكبيرة. القوة الصغيرة بتكون مقاومة معاها أقل قوة، والقوة الكبيرة المقاومة عكسها، بس دي فكرة الحل. يبقى أنت بتيجي عارف تحلها، تبقى عارف إن أنت هتجيب أول حاجة قوة صغيرة والمقاومة معاها في رد الفعل، وهنا عكسها اللي هي الواو وجا هاء، وتعمل معادلة، فيبقى قوة زائد ميم سين في راء بيساوي واو جا هاء. القوة ما تعرفهاش، رد الفعل ميم سين كان بكام؟ اللي هي معامل التكييف السكوني كان ب50. رد الفعل كان بكام يا شباب؟ رد الفعل اللي هو يساوي واو جتا هاء، الوزن كان ب130، والجتا هاء مجاور على وتر يبقى 5/13 بيساوي الوزن اللي هو 130 في جا هاء اللي هي 12/13، يبقى القوة زائد احسب كده دي فعل 10 بتروح مع دي، يبقى هنا 20، احسب دي تبقى هنا ايه 120. يبقى انت جبت القوة الأولى طلعت ب100. الحالة التانية بقى يا ولاد شباب المقاومة تبقى الناحية التانية، يعني انت عندك حالتين، المقاومة تبقى فوق معاها، الحالة التانية تبقى هنا. يبقى الحالة التانية ادي الرسمة بتاعتك على طول بقى، انت حفظتها اهو، ادي القوة والمقاومة تبقى عكسها مع مين؟ مع الواو جا هاء، وعندك رد الفعل اهو ب
بيساوي واو جتا هاء. يبقى عندك القوة هتساوي ميم سين في راء زائد واو جا في هاء، وتعوض يبقى القوة بيساوي ميم سين اللي هو كان بايه بخمسين، رد الفعل اللي هي الوزن في جتا هاء، الوزن اللي هو كان 130 في جتا هاء اللي هي مجاورة على الوتر اللي هي 5/13، زائد الوزن اللي هو 130 في جاهاء اللي هي 12/13. نجيب بقى القوة التانية، اختصر 5 مع 5 ودي 10 في 2 ب20، دي فيها 10 في 12 ب120، يعني القوة التانية تبقى 140. بس انت كده خلصت مسألتك، جبت القوتين واحدة ب100 وواحدة ب140 بس، يبقى الإجابة بتاعتك دال. أتمنى تكونوا فهمتوها. سؤال 65 دال، بس دي الفكرة. ما يبقى عندك قوتين، قوة صغيرة مقاومة مع قوة كبيرة مقاومة عكسها، وتعمل مع تلاتك وتظبطها بس، لأن هو إيه نفس الوزن يعني نفس الجسم يعني. ننتقل للسؤال اللي بعده 16، 66، سؤال 66 صفحة 30. ها، وضع جسم وزنه 66 وثلثين نيوتن على مستوى أفق خشن معامل احتكاك بينهما بيساوي 3/4، أثرت على الجسم قوة مقدارها 40 نيوتن وتميل على الأفق لأعلى بزاوية حادة قياسها سيتا، فإذا كان الجسم على وشك الحركة فإن سيتا تقريبا بنقط. مسألة 66، يقول لي وضع جسم وزنه 66 وثلثين نيوتن. نقرأ مع بعض شباب تاني، وضح كده معايا عشان بس الأفكار الوقت هتتقل شوية يعني، فحاولوا تركزوا معايا. وضع جسم وزنه 66 وثلثين نيوتن على مستوى أفق خشن معامل احتكاك يساوي 3/4، تمام، ومقدار القوة اللي أثرت عليها 40. طب هو كان الأول مستوى أفق خشن، بس نعمل إيه يا شباب في المسألة دي؟ ركز معايا، أنت في الوقت في التمرين بتشتغل على مستوى أفق خشن مش مائل. أنا الجسم وده الوزن وده القوة اللي أثرت على الجسم مقدارها 40 نيوتن، بتعمل وتميل على الأفق بزاوية حادة سيتا. أدي القوة يا أستاذ بتميل بزاوية سيتا، يعني هنحللها في اتجاه المتعامدين. القوة كان مقدارها كام؟ 40. يبقى أقول له والله هنا 40 جتا سيتا وهنا 40 جا سيتا. جميل جدا أهو، نستفيد من قراءة المسألة. وتميل على الأفق لأعلى بزاوية حادة سيتا، تمام. فإذا كان الجسم على وشك الحركة سيتا تبقى بكام؟ طيب هو وشك الحركة بيتحرك، يعني مفيش إلا كده، هيتحرك يبقى مقاومة العكس. يعني هنا ميم سين راء، يبقى انت على وشك الحركه بقى يمين بيساوي الشمال وفوق بيساوي تحت. الوزن عندك كان بكام؟ ب66 وثلثين. يعني احنا شباب نقدر نقول له ان اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي تحت. يعني يقول والله 40 جتا سيتا، شايفين كده خط واضح، 40 جتا سيتا. حاول تركز مع اليمين بيساوي الشمال اهو، بيساوي ميم سين في رد الفعل. رد الفعل اهو متضاف عليه كام؟ 40 جا سيتا زائد ده بيساوي 66 وثلثين. طيب يعني احنا نقول للاولاد عندنا معامل احتكاك السكون جايبه ولا لا؟ اه جايبه 3/4. جميل، يعني 40 جتا سيتا بيساوي 3/4 في رد الفعل. خلاص، يبقى 40 جتا سيتا بيساوي ميم سين ايه راء. وبعدين يا شباب احنا ممكن يعني دي نسميها معادلة ونسيبها الأول في جنب كده، المعادلة الأولى. المعادلة التانية بقى اللي فوق بيساوي تحت، هتقول والله ان راء زائد 40 جا سيتا بيساوي 66 وثلثين، تمام. طيب نعمل ايه برضو؟ تعال نفكر، نفكر في مرتين، دي معادلة جا ودي معادلة جتا. ايه رأيكم يعني احنا خدنا متطابقة ان جتا تربيع وجتا تربيع بواحد، فاكرينها؟ فاحنا نحاول يعني نجيب دي في طرف ودي في طرف عشان لما نجمع مرتين ونربعهم نقدر نختصر، لان دي 40 ودي 40 شكلها اهي. يعني والله ممكن نقول له 40 جا سيتا هتساوي 66 وثلثين، ده ناقص راء. أنا معادلة تانية، ربعهم بقى كده مع بعض، ربع دي وربع دي، فتبقى دي جتا تربيع وجتا تربيع بواحد، فيبقى ده تربيع، يعني 40 تربيع، يعني تبقى 1600، لأن دي متطابقة. يبقى أقول له بتربيع الطرفين يبقى 1600، من ربع المعادلة ده مع المعادلة ده، دي تبقى 1600 بيساوي، طول بالك كده معايا، ربع دي كده بقى زائد التربيع دي، فتبقى دي 9/16 تربيع، راء تربيع، ماشي. ودي تتربع، مشكلة في الكسر ده، مفيش مشكلة ولا حاجة، نرفع الكسر ونربع، يبقى 3 في 66 وبعدين نجمع عليها 2، 3 في 6 ب18، 3 في 6 ب18 يبقى 198 زائد 2 تبقى 200، أهل التربيع.
ناقص ايه؟ راء تربيع. خد بالك بقى، ما توزعش التربيع ولا حاجه، ده اول تربيع واثنين تربيع والاول في الثاني في اثنين. فاكرين القاعده اللي انت بتربع على المقدار ده؟ يبقى الاول تربيع، ثاني تربيع، الاول في الثاني في اثنين، يبقى اثنين في 66 وثلثين اللي هي كانت 200 على 3 في الثانيه تربيع اللي هي راء تربيع. يعني شايفين كده؟ يبقى احنا قلنا الاول تربيع، الثاني تربيع، الاول في الثاني في اثنين اهي. خلاص، شو كلها تصفيه بقى يا شباب. يعني انت عندك راء تربيع هتطرح منها ده، تحسب ده وتطرح من راء تربيع وتصفي، وعندك لا دي راء تربيع وراء تربيع، ثلاثه راء تربيع اهم. تمام كده؟ دي راء، دي ايه؟ دي مش راء. تمام كده، اول في ثاني في اثنين، دي راء بس يا شباب، دي كلمه النون يعني. اهي ركز كده معايا، اهي المساله دي هنصفيها ازاي؟ يعني حاول انت بقى توقف الفيديو كده، او يعني هي بسيطه، حاول بس تصفي الارقام. يعني ادي 1600 بتساوي 9 على 16 راء تربيع، زائد نزل صفرين وكمان صفرين، وده 4 ودي 9، زائد راء تربيع ناقص 400 على 3 راء. هنا العدد هيروح الناحية التانية، تضاف 9 في 16 عشان تتخلص. نوقف كده الفيديو ونحسبها على الآلة ونطلع الناتج. طلعت معانا الراء بكام؟ بتساوي تقريبا 128 على ايه؟ على 3، بالآلة الحاسبة. خلاص، وبالتالي انت جبت رد الفعل اهو. عايز بقى سيتا، عوض بقى في المعادلة اللي فوق، تقول له 40 في جتا سيتا تساوي 3 على 4 في رد الفعل اللي انت جبته اللي هي 128 على 3. اختصر 3 مع 3، 128 على 4، ادي 40 اهيت. يبقى جتا سيتا بتساوي، احسب بقى الحل هنا، 12 على 4 في 3 و8 على 4 في 2، يبقى 32 على 40 اهي. تقسم على 4 او على 8 بقى مرة واحدة، فالخمسة على 8 في 4 تطلع 8 من 10. نعمل شيفت كوزاين ونطلع بالآلة الحاسبة كده، نشوف هتطلع معانا ألف يا شباب الإجابة. يبقى المسألة لما تلاقي جتا وجا واحدة في طرف وطرف، ربع المعادلتين مع بعض. خلاص، دي معلومة تبقى عارفها في المسألة اللي هي 66. خلاص، يبقى الإجابة بتاعتك ألف. شوف 67 بيقول لي جسم وزنه 3 نيوتن موضوع على مستوى أفقي خشن، معامل الاحتكاك السكوني بينه وبين الجسم بيساوي تلت، أثرت عليه قوة أفقية تحاول تحريكه، فإن مقدار قوة الاحتكاك بتنتمي النقط. طيب خد بالك إن المستوى خشن، بتفرق يا شباب لما يقول لك خشن وأملس. يعني أعتقد المسألة دي جت قبل كده وكانت بتحير كتير من الطلبة، يعني كلمة أملس وخشن. أملس ديت يعني غير خشن، يعني في إيه؟ في الفترة يا ولاد. لما أملس بنعملها فترة مغلقة من أول صفر، لما يقول لك أملس ماشي، يعني القوة اللي عندك بتبقى صفر لحد ايه؟ الرقم التاني يعني اللي هتبدأ تتحرك بيه يعني. لكن لما اقول لك خشن بتبقى صفر مفتوح لحد الرقم اللي انت بتطلعه من حل المسألة. تاخد بالك المعلومة دي، املس وخشن، لان الاملس اللي عندك مفيش مقاومة، هيتحرك معاك على طول، فالقوة اللي عندك بتبقى ايه؟ تبدأ من صفر. لكن خشن في احتكاك موجود ماشي، في احتكاك بيمنع ايه؟ الحركة. فهو بيضغط عليه، يبقى القوة اللي عندك هتبقى ايه؟ أكبر من الصفر على طول. لكن الأملس هيبدأ من ايه؟ من صفر، يعني أول ما تزق الجسم هيتزحلق معاك. فاهمين؟ هنحاول نوضحها برضو شوية كده عشان تفهم أكتر. أدي الجسم أهو، أدي القوة، مستوى ايه؟ خشن. خشن أهو، وأدي القوة ح، وأدي رد الفعل، وأدي ايه؟ الوزن. الوزن كان بكام؟ الوزن كان 3. بيقول لك معامل الاحتكاك السكوني اللي هو ميم سين يساوي تلت. طيب انت عندك بيقول لي ايه؟ اثرت عليه قوه افقيه تحاول تحريكه، مقدار القوه، قوه هتاثر تحريكه وتبقى اكبر من الصفر، هتبقى اكبر من الصفر. تمام، لكن لو املس هتبقى ممكن تساوي الصفر، قوه معدومه والجسم موجود في مكانه وهو املس. لكن خشن بيحتاج قوه تحركه، فالقوه لما تحركه هتبقى اكبر من ايه؟ من الصفر. المهم تبقى معلومه تبقى عارفها، يعني املس وخشن. طيب انت دلوقتي اليمين بيساوي الشمال، يعني القوة هتساوي ميم سين في راء، يبقى القوة هتساوي معامل الاحتكاك السكوني هو تلت، في رد الفعل اللي هو اللي بيساوي الوزن اللي هو 3، هتطلع بايه؟ بواحد. في حالة الخشن القوة اللي عندك هتبقى من بعد الصفر لحد ايه؟ واحد. أول ما توصل لواحد يبقى الجسم على وشك الحركة. لكن لو كان الجسم أملس، يبقى أنت عندك القوة هتبقى، هو جسم أملس مش محتاج، مفيش مقاومة، يبقى بتبدأ بإيه؟ من أول صفر لحد الرقم اللي هيطلع معانا اللي هو واحد، طلع القوة تبدأ تحركه فيبدأ على وشك الحركة مثلا. في حالة الأملس
والخشن. يبقى كلمة خشن تبدأ دايما الصفر ايه مفتوحة، لأن فيه جسم فيه حاجة يعني ايه ضغط عليه، فأنت لما تيجي تضغط بقوة هتحتاج قوة أكبر من الصفر لتحريكه. وصلت؟ هتحتاج قوة أكبر من صفر عشان تحركه. هو جسم موضوع على خشن أهو يا شباب، ما ينفعش القوة تبقى بصفر وتحركه إزاي؟ يعني هو جسم فيه أصلا مقاومة منعاه وقفاه، فما ينفعش القوة أصلا تبقى مغلقة عند الصفر عشان ما تختارليش صفر مغلقة، فاهمين؟ لأن جت في امتحان مرة صفر مغلقة وصفر مفتوحة، فاختير اتلخبط خد صفر مغلقة. لا هو أملس، يبقى القوة معدومة هو هيبقى في مكانه، ممكن القوة تبقى بصفر لأن هو أملس واقف في مكانه، لكن القوة أول ما القوة تيجي تحرك عليه تحركه هتبقى لازم اكبر من الصفر عشان تبدا تحركه، لان الجسم ايه موضوع على مستوى خشن. فمستوى خشن تبقى صفر، والرقم اللي هيطلع التاني لما تساوي القوه بايه؟ بقوه الاحتكاك السكوني اللي هي ميم سين راء. فالقوه اول ما توصل لواحد بتضغط بقى كسور 1 من 10 2 من 10، اول ما القوه تبدا بالواحد يبقى الجسم على وشك ايه الحركه. فهمتوا؟ مساله 67. يبقى الاجابه بتاعتك هتاخد الاجابه رقم ايه؟ جيم. تعلم عليها. سؤال 68، جسم وزنه 1 نيوتن موضوع على مستوى افقي خشن، وعامل احتكاك السكوني بينه وبين الجسم جذر 3 اثرت عليه قوه افقيه تحاول تحريكه، فان مقدار رد الفعل المحصل بينتمي للنقط. خد بالك في 68 هو الجسم يعني ما قالش على وشك الحركه ولا حاجه، ده جسم موضوع وعايز رد الفعل المحصل. مسألة 68 يا شباب، ركز في المسألة ديت، إن الجسم بيقول لي إيه موضوع في مكانه أثرت عليه قوة أفقية تحاول تحريكه، مقدار رد الفعل المحصل. يعني الجسم هيبقى موضوع كده، يعني يبقى ساكن في مكانه، فهيبقى رد الفعل المحصل هيكون محصلة رد الفعل العمودي وقوة الاحتكاك السكوني اللي عندك. طب الجسم كان وزنه كان 1 وعندك معامل الاحتكاك السكوني كان بجذر 3 اهو، فعايز رد الفعل المحصل. طالما موضوع يبقى رد الفعل المحصل بيساوي الجذر التربيعي لراء تربيع زائد قوة الاحتكاك السكوني تربيع. رد الفعل العمودي بيساوي الوزن اللي هو 1، ماشي، وعندك قوة الاحتكاك السكوني اللي هي ميم سين في راء، مع الاحتكاك السكوني في رد الفعل العمودي اللي هو جذر 3 في 1 يعني بيساوي جذر 3، فلما نربعه يبقى 3، يبقى رد الفعل المحصل بيساوي كام؟ الجذر التربيعي الايه؟ الأربعة اللي عندك هيساوي كام؟ رد الفعل المحصل باتنين، تمام؟ طب لما يبقى ساكن يا شباب يعني واقف في مكانه هيبقى في حاجة؟ مفيش مقاومة ولا حاجة، مفيش قوة تأثر عليه، يعني رد الفعل هيكون هو رد الفعل المحصل يعني يساوي 1، يعني تبقى من أول واحد لحد إيه؟ لحد 2، والواحد هيبقى زي ما قلنا مفتوحة لأن المستوى إيه؟ خشن، لما خشن بنعمل بداية الفترة إيه؟ مفتوحة. يبقى تاني 68، خد بالك بقى ان هو كان موضوع، يبقى انت عندك رد الفعل المحصل بيساوي راء تربيع زائد ايه اللي عندك، لكن الجسم اللي عندي ايه تاني كده 68 يا شباب، لما الجسم يكون ساكن، الجسم يكون ساكن رد الفعل هو رد الفعل المحصل اللي عندي عندما يكون ساكن في مكانه، لكن ما تأثر عليه القوة تبدأ تحركه على وشك الحركة، يبقى راء شرطة هتساوي راء يظهر مقاومة بقى عندي. يبقى مسألة 68 يا شباب، لما الجسم يكون ساكن رد الفعل هيساوي رد الفعل المحسن في مكانه، يعني هيبقى هو ايه بواحد، لكن لما تبدأ تحرك عليه تضغط عليه بقوة تأثر عليه راء شرطة تساوي الجذر التربيعي لراء تربيع زائد ح س تربيع اللي هي 1 زائد 3، لأن ديت كانت 1، رد الفعل العمودي بيساوي الوزن بواحد، والاحتكاك السكوني بيساوي ميم س في راء اللي هو جذر 3 تربيع ب3، يبقى الجذر التربيعي لهم بإيه؟ باتنين. يبقى لما يكون ساكن تبقى عندك بدايته من إيه؟ رد الفعل هيبدأ من أول واحد، لأن رد الفعل المحصل هو رد الفعل اللي موجود للجسم في مكانه، فرد الفعل المحصل هو رد العفوية العمودي يعني. وعشان هو خشن بنعملها فترة ايه مفتوحة، لأن القوة اللي هتأثر هيتحركه لازم تبقى أكبر من ايه؟ من رد الفعل، أو رد الفعل اللي عندك اللي موجود 1، الرد الفعل اللي هيبقى موجود يبقى يكون لازم يكون أكبر من ايه؟ 1، لأن المستوى كان ايه؟ كان خشن. فهمنا؟ نشوف المسألة 69. مسألة 69، جسم وزنه واو على وشك الحركة على مستوى أفقي خشن،
معامل احتكاك سكوني بينهما بيساوي ميم تحت تأثير قوة أفقية مقدارها قاف، فيكون جسم وزنه واو زائد 3 من نفس المادة على وشك الحركة من نفس المستوى الأفقي تحت تأثير القوة الأفقية مقدارها نقط. طيب تعالوا نشوف الجسم بتاعنا، تقص عليه قوة أهو، وده الوزن وده رد الفعل، يبقى في قوة مقاومة اللي هي ميم سين في إيه؟ في راء. طيب الجسم التاني، الجسم هنزود عليه مثلا 3، يعني انت عندك واو هتزود عليه 3، وزنه بقى زاد عليه 3 يعني، تمام، من نفس المادة تحت تأثير قوة أفقية ق، فيكون جسم وزنه واو زائد 3 من نفس المادة على وشك الحركة من نفس الأفقي تحت تأثير قوة أفقية كذا، يعني الوزن اتغير بدل وزن، وزن 3. عايزين نشوف يعني العلاقة بين القاف والميم، يعني المقاومة يعني اللي عندنا. تعالوا كده نحسبها، انت برضو عندك رد فعل اهو، وعندك هنا قوة، ويبقى عندك هنا ايه؟ معامل احتكاك السكوني، بس ايه؟ ميم سين راء. الراء هنا تبقى رد فعل تاني بقى ناشئ، لان انت الوزن اتغير فرد الفعل يتغير، لان رد الفعل بيساوي الوزن الجديد، فتبقى دي راء شرطة يعني. طب الحالة الأولى احنا بنلاحظ ان القوة هتساوي ميم سين في راء، ورد الفعل هيساوي ايه؟ الوزن. الحالة التانية ان القوة برضو، ما هي القوة هي قوة ماشي ولا اتغيرت؟ تعالى كده نشوف، هيكون جسم وزنه على وشك الحركة من نفس تحت تأثير قوة أفقية مقدارها، قوة تانية، قوة تانية هتأثر على الجسم يعني، قاف شرطة ماشي. يبقى قاف شرطة بتساوي ميم في راء شرطة، يعني القوة في الحالة دي الأولانية بتساوي ميم سين في واو. تعالوا بقى ننتهز فرصة إن الواو هي الواو ونجيب علاقة بينهم، يعني إيه؟ أنت عندك هنا رد الفعل اللي هي الشرطة بتساوي رد الفعل العمودي بيساوي واو زائد 3، هتعوض عنها هنا، يبقى قاف شرطة بيساوي ميم المقاومة، طبعا ميم سين طالما هو الجسم هو من نفس الجسم، يبقى المقاومة هي هي ميم سين، هي ميم سين، ورد الفعل المحصل اللي هو واو زائد 3. لاحظ بقى ان ميم سين هنا وميم سين هنا، ممكن ان احنا نجيب علاقه بينهم لو فكينا دي. تعالى كده فك، يبقى قاف شرطه هتساوي ميم سين في واو زائد ميم سين في 3، عوض بقى عن ميم سين في واو دي بقاف، وبالتالي قاف شرطه هتساوي القوه دي زائد معامل احتكاك السكوني في ايه؟ في 3. يبقى انت قال لك يبقى الحل بتاعنا ناخد ايه؟ قاف شرطه قوه جديده هتساوي قاف زائد 3 ايه؟ ميم. تمام؟ تمام كده يا شباب. هو كان عايز القاف شرطه دي، وجاب لك القوه الاولى وجاب لك الوزن الجديد، وبيقول لك ايه القوه اللي هتحرك الجسم التاني، تجاهل على وشك الحركه يعني. فقلنا والله ان القوه هنا بتساوي ميم سين في راء، وعندك رد الفعل بيساوي الوزن، يبقى القوه بتساوي ميم سين في واو، وعندك قاف شرطه بتساوي ميم في راء شرطه، راء شرطه بتساوي واو زائد 3، وانتهزنا ان الواو زي الواو، فكنا المقدار وعوضنا مكان الميم سين بقاف، فبقت القاف شرطه بتساوي قاف زائد 3 في ايه؟ في ميم، الاختيار بتاعنا رقم ايه؟ دال. شوف سؤال 70، أثرت قوة أفقية مقدارها ق على جسم وزنه واو موضوع على مستوى أفقي خشن، فكان الجسم على وشك الحركة، وإذا أثرت نفس القوة ق على جسم آخر وزنه واو 2 موضوع على نفس المستوى الأفقي، فكان الجسم أيضا على وشك الحركة، فإذا كان معامل احتكاك السكوني بين الجسمين والمستوى هو ميم 1 وميم 2 على الترتيب، فأي من المئات صحيح؟ نحاول نعملها كده زي المسألة اللي فاتت يا شباب، وخد بالك انت عندك قاف واحد وواو واحد وميم واحد وميم اتنين، وتعمل علاقات بقى، يعني انت بس تشتغل في المسألة وان شاء الله هتبقى سهلة معاك. اه يمين بيساوي الشمال، ادي قاف في الأولى، والمقاومة بتاعتك ميم واحد وراء واحد، خد بالك هي نفس القوة، هتنتهز الفرصة دي، يعني انتهز الفرصة لو انت بتحل تعوض يعني بدلالة مجهول يعني، هوضحها لك برضه. والوزن الأولاني اهو، يبقى انت عندك رد الفعل الأولاني بيساوي الوزن الأولاني، والقوة بتساوي الميم واحد في راء واحد، يعني القوة هتساوي ميم واحد واو واحد هنا، الحالة التانية قوة، وهنا ميم اتنين راء اتنين، وهنا راء اتنين، وهنا واو اتنين. يلا يا أبطال، ها القوة هتساوي ميم اتنين راء اتنين، لأنه في الاختيارات يا أولاد عايزها بدلالة الميم والواو، يعني عايز أجيب علاقة بين الميم والواو، فاهمين؟ يبقى كل اللي احنا هنعمله هنعوض مكان الراء 2 بواو 2 هنا، يبقى القوة اللي هي قوة، هي قوة يا ولاد ماشي، بتساوي الوزن التاني في راء التاني، هي قاف هي قاف يا أستاذ، يعني دول هيساوي بعض، يعني ميم واحد واو واحد هتساوي ميم 2 في ايه؟ في واو 2، عوضنا مكان الراء 2 بواو 2 اهي، ميم 2 واو 2، اعمل نسبة بقى بين ميم واحد وميم 2، ميم واحد مضروبة في واو واحد، ميم اتنين مضروبة في ايه؟ في واو اتنين. اه جميل.
جميل جدا. يبقى انت عندك ال واو واحد اهو، اتنين بتساوي ايه؟ يعني علاقة عكسية يعني شباب. يا شباب، الاختيار جيم اهو معانا، جيم يعني هو جيم مقلبها، يعني كاتبها كده واو واحد اهو اتنين بتساوي ميم اتنين على ميم واحد، هي هي نفس الإجابة بس احنا مش قلبينها يعني. خلاص، أهم حاجة تبقى فاهم هتعمل ايه في المسألة. بص كده يعني ببساطة خالص، تشوف مين اللي زي بعضه، مين اللي زي بعضه، قال لك قاف زي قاف، فتجيب علاقة هنا بدلالة قاف، وهنا قاف وتساوي قاف بقاف، وبص في الاختيار ده عايزها بدلالة الواو، فتجيب قاف بدلالة الواو وقاف بدلالة الواو وتشتغل سواء من بعض بقى ومن نسب. سؤال 71، مسألة 70 يا شباب، أنا حليتها هقولها تاني. هنا احنا وضعنا رقم 70، نرجع تاني لو كان الفيديو ما جابهاش، ارجع تاني كده اشرحها، مش عارف بقى اتسجلت ولا لا، نقرا تاني كده، ارجع تاني لان انا فوجئت ان التسجيل كان واقف. شوف كده رقم 70 بيقول لي اذا اثرت قوه افقيه على جسم وزنه واو موضوع على مستوى افقي خشن، فكان الجسم على وشك الحركه، واذا اثرت نفس القوه قاف، خد بالك نفس القوه، على جسم اخر وزنه واو 2 موضوع على نفس المستوى الافقي، فكان الجسم الثاني ايضا على وشك الحركه، وكان مع احتكاك سكون ميم 1 ميم 2. بصوا يا شباب، احنا عملنا علاقتين، ادي الجسم وزنه واو واحد ورد الفعل راء واحد، وهنا ميم واحد وراء اتنين راء واحد، وهنا نفس الكلام قاف اتنين ميم اتنين راء اتنين، وهنا راء اتنين وهو اتنين، الايمن بيساوي الايمن، وجبنا القاف بدلاله الواو، وهنا جبنا القاف بدلاله الواو عشان ان في الالف الاختيارات عايز يجيب علاقه بين الواو والميم، فهمنا؟ يبقى اليمين بيساوي الشمال، وشلنا راء واحد دي كتبناها واو اهي، وطالما القوه هي قوه ننتهز الفرصه دي نساوي قوه بالقوه ونعمل نسب، فيطلع لك النسبه الايه اللي هي الاجابه ج اللي هي اللي صح. ماشي كده؟ دي اجابه ايه؟ السؤال 71. نشوف السؤال اللي بعده 71، بيقول لي جسمان وزنهما واو واحد واو اتنين متصلان بخيط خفيف ينطبق على خط اكبر من لمستوى ماء الخشن، ومعامل الاحتكاك السكوني بينهما ميم واحد وميم اتنين على الترتيب، فاذا كانت سيتا هي قياس الزاويه التي يصنعها المستوى مع الافق تزداد بالتدريج، كل شويه الزاويه بتزيد، فاي الجسمين يوضع اسفل الاخر لكي يتحرك معا والخيط بينهما مشدود عندما يكون الجسم على وشك الانزلاق. طب الشريط ده عايز افهم بس مسألة 71، يعني انت لما تيجي تحط جسمين كده فكر معايا، جسمين هم جسم وجسم، عشان الخط يبقى مشدود بينهم هتحط مين؟ اللي التقيل ولا اللي بيتزحلق بسرعة؟ طبعا اللي بيتزحلق، اللي بيتزحلق عشان يجر التاني معاه، يعني اللي معامل الاحتكاك السكوني بتاعه بيكون ايه؟ قليل، يعني ما تحطش حاجة ضخمة، لا الحاجة اللي تتزحلق بسرعة حطها ده عشان تجر اللي وراها، فاهمين؟ ها تاني كده يا شباب، يبقى عشان الخط يفضل مشدود، انا بتكلم على الخط يفضل شادد يجره، يعني اللي بيتزحلق الاول اللي معاه احتكاك السكوني بتاعه قليل هو اللي يتحط الاول في الوش، مش شرط يبقى وزنه تقيل وقليل، يبقى الاجابه بتاعتك دال، يبقى عشان الاثنين يفضل الخيط بينهم مشدود ويتدحرجوا مع بعض ويتزحلقوا على وشك الانزلاق يتزحلقوا، يبقى الجسم اللي كان يعني معاه احتكاك السكوني بتاعه بيكون صغير قليل يعني بيتحط ايه الاول عشان الخيط يبقى مشدود. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى الجسم ذو معامل احتكاك ايه الصغير اللي هو الايه معامل احتكاك بسيط، مفيش معامل احتكاك كبير، يعني مفيش مقاومه اكتر من بتقابله مقاومه اكتر من الايه ارضيه، سهل يعني في التزحلق يعني، يبقى معامل احتكاك السكوني الاصغر، يبقى الجسم ذو معامل احتكاك الايه الاصغر، يبقى اجابه ده فهمناها. سؤال 72 بيقول لي اثرت قوه افقيه مقدارها قاف على جسم وزنه واو موضوع على مستوى افقي خشن، زاوية احتكاكه لام، وكان الجسم على وشك الحركة، فإن رد الفعل المحصل راء شرطة بيساوي نقطة. طيب ده السؤال يا أولاد 72، ركز معايا فيه، هو عايز في الاختيارات بدلالة الواو واللام اللي عندك. طيب تعال نرسمها كده، هو المستوى بتاعك كان خشنة، أدي القوة اللي بتأثر على الجسم، تمام، وزنه كان واو، وهنا رد الفعل العمودي، وعايز الراء شرطة، الراء شرطة بتبقى المحصلة بين الراء وبين معامل احتكاك السكون في رد الفعل العمودي، يعني انت عندك الراء شرطة تربيع عبارة عن راء تربيع زائد ايه قاف تربيع، لأن قاف تساوي ميم سين في راء، تمام. طيب خد بالك القوة بتساوي ميم سين راء، طيب هو عايز في الاختيارات بدلالة ايه؟ قلنا زمان هو عايز بدلالة الواو، يعني انت هتشيل الراء دي وتحط مكانها واو، يبقى راء شرطة تربيع بتساوي واو تربيع زائد قاف تربيع. طب القاف تربيع انت عندك هنا لازم تدخل لام معاك في المسألة، انت عندك القاف بيساوي ميم سين في راء، ممكن تقول له ايه؟ تشيل القاف دي وتحط مكانها ميم تربيع راء تربيع، ها فاهمين؟ يعني انت عندك الميم سين راء بيساوي قاف، ركز كده تاني معايا،
مش شباب روعة. بس كده بقى كليك الاخر، هو عايز بدالة الواو. احنا قلنا ان قاف بتساوي ميم سين تربيع، نعمل تكاليف سكوني تربيع في رد الفعل العمودي. شيل الراء دي وحط واو، تبقى راء شرطة تربيع تساوي الواو تربيع زائد الميم تربيع في الواو تربيع. خلاص، يبقى ممكن ناخد الواو عامل مشترك، واو تربيع يبقى واحد زائد ميم تربيع. ناخد الواو عامل مشترك كده منهم، يبقى واحد زائد ميم تربيع، يبقى راء شرطة بتساوي الجذر التربيعي الواو تربيع في واحد زائد ميم تربيع. يعني راء شرطة بتساوي واو في الجذر التربيعي الواحد زائد ميم سين تربيع، اللي هو عامل احتكاك سكوني تربيعي، يعني اللي هو ظل الزاوية، اللي هو ظا تربيع لام. طب ظا تربيع اللي هي قا لام. كمل حل هنا بقى، او جيب ورقة تانية كمل، بس خليك معايا الاخر في المسألة. ها فاهم كده المسألة 72 خطوات اهي، والميم سين في راء. احنا عايزين بقى ندخل القوة، رد الفعل هي واو تربيع، ميم سين في راء دي القوة، يعني دي الوزن تربيع اهو، ودي القوة ايه تربيع. شيل الوزن بقى وهاته بدلالة القوة. طب الوزن نجيبه ازاي؟ نقلب ده على ده، يبقى الوزن بيساوي القوة على ميم سين اهو. اقعد مكان الوزن بالقوة على ميم سين، كل تربيع ربع دي وربع دي، وهنا قاف تربيع. خد القاف تربيع عامل مشترك، تطلع بره القاف في الجذر التربيعي، واحد على ميم سين اللي عندك تربيع زائد واحد. طيب واحد على ميم سين، الميم سين هي الزطا، يعني واحد على زطا لام، بس زطا تربيع، فاهمين؟ واحد على زطا تربيع لام زائد واحد، واحد على زطا تربيع، الميم سين هي الزا، تتقلب ده تبقى زطا، تبقى زطا تربيع لام زائد واحد. طب دي متطابقة، المطابقة عندي بتقول ايه؟ ان الزطا تربيع لام زائد الواحد بيساوي قاطع تربيع لام، يبقى راء شرطة بتساوي قاف الجذر التربيعي لقاطع تربيع لام، الجذر التربيعي لقاطع بقا، يبقى قاف كذا تربيع قاطع تربيع لام بقاطع لام. ها يبقى راء شرطة بتساوي قاف قاطع لام. مسألة جديدة يا شباب، ماشي؟ احنا متحفظين، ودايما بيجي في الامتحان ان راء شرطة ديت واو قلام، لكن جينا بدلالة القوة دي جديدة، مسألة جديدة. ها خلاص كده فهمناها، يبقى الإجابة بتاعتنا جيم. عايزة بقى إيه؟ اجتهاد كده وفهم، يعني عايزة اجتهاد، تجتهد في الامتحان يعني، أو تحفظها. تحفظ إن راء شرطة بتساوي واو قلام أو قاف قتلام. يبقى إحنا خدنا أثبتناه من شوية، القاعدة كنا يعني قاعدين ماشيين في المسألة ما طلعتش، أو إحنا عارفين أصلا إن راء شرطة، يعني زي ما أنت حافظ، راء شرطة بتساوي واو قلام. طب الجديد إيه بقى؟ هنجاوب قتلام تبقى قاف، شيل واو وخليها قاف، يبقى راء شرطة القاعدة بتاعتنا كنا اثبتناها في اول حصه، الواو قلام اللي هي بتساوي ايه؟ قاف قتلام. ها افهموها كويس. المساله اللي بعدها 73، وضع جسمان من مادتين مختلفتين وزنهما واو واحد واو اتنين على مستوى ماء خشن على ماء افقي بزاويه قاسها سيتا، وعمل احتكاك بين المستوى والجسمين من واحد وميم اتنين على الترتيب، فاذا كان الجسمان على رشق الحركه فان عايزين نجيب علاقه بين ميم واحد وميم اتنين، او الوزن الاول والوزن التاني. طيب تعالوا كده نشوف، هو الجسمين وضعوا مادتين مختلفتين، الوزن هو واحد وهو اتنين على مستوى مائل خشن الماء الأفقي بزاوية سيتا، وعمل احتكاك بين مستوى الجسمين من واحد ومية اتنين على الترتيب. طيب تعالوا كده نمسك شكل شكل ونحاول نستنبط منها الحل. يعني انت عندك هنا مستوى الماء الأفقي، هنا رد الفعل ايه الأولاني مثلا رأى واحد، الجسم الأولاني رأى واحد، وهنا الوزن الأولاني اهو، وهنا ميم واحد رأى واحد، وهنا الوزن الأولاني جا ها أو جا سيتا، يعني زاوية سيتا جابها سيتا. فأنت والله عارف إن ميم واحد راء واحد بتساوي واو واحد جا سيتا، صح؟ والواو واحد بتساوي إيه؟ راء واحد، يعني ميم واحد هتساوي جا سيتا. تاني كده يا شباب، راء واحد بتساوي واو واحد، وهنا واو جا إيه؟ رد الفعل عندك، أنت عندك ده وزن أهو يا ولاد متحلل، واو واحد جا تا سيتا. ركز كده في الكلام عشان ما تلخبطش شباب، انت عندك ميم واحد راء واحد في الوزن، دي العلاقه بتاعتنا. طب احنا عندنا ان راء واحد طبعا الوزن اتحلل يعني في اتجاه متعمدين، هنا واو واحد جت يا سيتا، عوض بقى يبقى ميم واحد في واو واحد جت سيتا بيساوي واو واحد جا سيتا، شيل واو مع الواو يبقى ميم واحد هتساوي ايه؟ جا على جتا اللي هي ظا سيتا، يبقى انت جبت ميم واحد. تعالى الجسم التاني نفس الفكره، هنا ميم سين راء اهو، وهنا واو واحد جا سيتا
يا واو اتنين بقى، لان جسم تاني يعني. هنا واو اتنين جتا يا سيتا، هنا رد الفعل، يبقى رد الفعل بيساوي اتنين جتا سيتا، وهنا معامل احتكاك السكوني في رد الفعل التاني، ده في رد الفعل التاني يا ولاد اهو، لان جسم تاني رد فعل تاني يعني. ميم سين في راء اتنين اللي هو ده بيساوي الوزن التاني في جا سيتا. عوض بقى راء اتنين هنا، يبقى معامل احتكاك السكوني في واو اتنين جتا سيتا بيساوي واو اتنين جا سيتا، ده اتشال مع ده، يبقى معامل احتكاك السكوني بيساوي جا، لان الزاوية هي نفس الزاوية يا شباب، يعني ايه نفس السوي، يعني وضعنا جسم وبعمل كده نفس الزاوية دي الزاوية. فلاحظ معامل احتكاك السكوني طلع برضه زا سيتا، يعني هنا طلع بزا سيتا، وزا سيتا اللي هو معامل احتكاك السكوني التاني يعني زي معامل احتكاك السكوني الأولاني، يعني ميم واحد بيساوي ميم اتنين بس. يبقى حافظها برضه، احفظ دي لما يبقى في جسمين وزنهم واحد أو واحد يعني مختلفين في الأوزان وتحطوا على جسم، يعني ميم أوف زاوية سيتا الزاوية ما اتغيرتش، ده كان ميم واحد اتنين، فتلاقي معامل احتكاك السكوني الأول يساوي معامل احتكاك السكوني التاني. تمام، استنتجها أي علاقة تبقى عارف أي علاقة لإجابتك، هتختار إجابة. السؤال اللي بعده 74، سؤال 74، جسم وزنه 8 ثقل كيلو جرام موضوع على مستوى مائل خشن يميل على الأفق بزاوية 30 درجة، وكان معامل احتكاك السكوني ميم سين يساوي 1 على 2 جذر 3، أثرت عليه قوة في اتجاه خط أكبر من المستوى. هو ما حددش بقى القوة ديت أقل قوة أكبر قوة، عايزين نجيب قف الثقل كيلو جرام تاجع الجسم على شكل الحركة، يعني هو ما حددش يا شباب، فهيبقى في إجابتين بقى، يعني في قوة هي أقل قوة أكبر قوة يعني، فاهمين؟ فهيبقى الإجابة بتاعتنا جيم على طول من غير ما نحل أي حاجة، دي ملحوظة تبقى عارفها. طب ما تيجي نحلها كده برضه عشان نبقى فاهمين. أقل قوة شباب بتبقى قوة ضعيفة زي ما احنا قلنا، المقاومة تبقى معاها أهي، يعني تقول لهم القوة زائد ميم سين في راء بتساوي إيه؟ اللي هي الوزن اللي عندك كان كام؟ 8 اهو جاية 30، تساوي 8 جاية 30، هنا 8 تتحلل تبقى جاية 30، وما تتحلل زي ما حفظنا بقى 8 ايه جاية 30، هنا تتحلل هنا وهنا يعني، وهنا رد الفعل اهو لفوق ماشي، فرد الفعل هيساوي 8 جاية 30 خلاص. يبقى القوة عشان تحسبها عوض بقى، عندك معامل احتكاك السكون اهو 1 على 2 جذر 3، رد الفعل اللي هو 8 جتا 30 بيساوي ايه؟ 8 جتا 30 اهي، واختصر طلع القوة. احنا بناخد الحالة الأولى يا شباب في حالة أقل قوة، فاهمين الكلام؟ يا شباب الجسم هو ما حددش بقى القوة في اتجاه خط أكبر من المستوى الأعلى والأسفل، فأنت بتاخد القوة لما تبقى تجعل الجسم على وشك الحركة لأعلى، يعني القوة اهي لفوق اللي هي أقل قوة يعني، وبتجيب أكبر قوة، يعني بتجيب أقل قوة وأكبر قوة بتأثر على الجسم، أقل قوة المقاومة تبقى معاها، أكبر قوة المقاومة تبقى العكس، فاهمين؟ لان الجسم يتحرك لاعلى، لكن دي كده الجسم ايه بينزلق مثلا، اللي هو حاله الانزلاق، الانزلاق قوه بتاثر عليه بس هو بينزلق بيقع لتحت، فاهمين؟ جت 30 جذر 3 على 2 يبقى 1 على 4، 8 على 4 فعل 2 يتساوي جت 30 بنص، نص 8 4، يعني القوه تبقى بكام؟ ب2. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه بقى يا استاذ، لما تبقى ايه قوه تحركه لايه؟ لاعلى، تخليه يطلع فوق، فمقاومته تتجه لتحت، قوه قويه، وهنا يجي كمان 8 جاية 30 الوزن يعني يتحلل، وهنا القوه تاثر على الجسم، هي تقول له ان القوه بتساوي م س في راء زائد 8 جاية 30، يعني القوه بتساوي دي كانت طالعه ب2 بالاختصار، ودي 4 تطلع ب6، يبقى انت عندك قوتين اللي هما 2 و6 صح؟ صح كده، تمام قوي كده، جميل جدا. يبقى الاجابه بتاعتنا ايه؟ خد بالك بقى، افهم بقى، احنا خلاص في اواخر المسائل، اخر مسالتين، يعني ايه تكون خلاص هضمت الاحتكاك بتاعك، يعني احنا ايه 3 فيديوهات تكون هضمته فيهم 2 و6، تمام يا شباب؟ يبقى في قوتين، لان ايه في قوه صغيره قوه ضعيفه وقوه قويه، القوه الضعيفه المقاومه تيجي معاها، والقوه القويه المقاومه تبقى عكسها، لان دي هتحرك الجسم الاعلى، لكن ده مش هتقدر تعمل حاجه في الجسم هينزلق يعني، هيكون يعني على وشك الانزلاق خلاص. طيب انت جبت قوتين، طب الحاله الثانيه بقى رقم ثانيا، يبقى دي اجابه ايه؟ الف هتاخد جيم. طيب هنا بيقول لي ثانيا قاف بالثقل كيلو جرام الا تجعل الجسم متزن. الجسم هيفضل متزن في مكانه امتى؟ والله لو كانت القوه، لان القوه ديت هتبقى على وشك الحركه الايه؟ على وشك الحركه الاعلى،
الحركة وشك الحركة الأسفل، القوة 2 ده هيبتدي على وشك الحركة إيه؟ الأسفل، فاهمين؟ والقوة دي طبعا سكر كيلو جرام يا شباب، تمام؟ تمييز يعني إحنا إيه عارفينه طبعا، تمام؟ يبقى تنتمي الفترة 2 ل 6، دي أقل قوة بتجعل الجسم على إيه؟ وشك الحركة لإيه؟ ها؟ ركز كده، لأسفل ينزلق يعني، ودي أكبر قوة تجعله على وشك الحركة الأعلى، فالقوة اللي هتخليه متزن يعني المفروض يبقى بين 2 و6. يعني فترة من 2 ل 6 عشان يفضل متزن في مكانه، لازم القوة ما تقلش عن 2 ولا تزيد عن 6، لأن أقل قوة طلعناها ب2 وأكبر قوة كانت ب6، يبقى بينهم يعني القوة لما تبقى بينهم يفضل الجسم متزن، هيفضل متزن في مكانه، لكن لو أقل من 2 مش هتعمل حاجة، هيتزحلق، شايفين؟ أكبر من 6 مش هيتحرك، فاهمين؟ يبقى لو كانت أقل ب2 مش هيتحرك، هيفضل في مكانه، لو كانت اكبر من 6 مش هتنفع، يبقى انت الفتره من 2 ل 6 عشان يفضل ساكن في مكانه، عشان يفضل ايه ساكن في مكانه، لكن لو اكبر من 6 هيتحرك، لكن ال6 ده اكبر قوه، فاهمين الكلام؟ اقوله تاني يا شباب لو حاجه مش فاهمينها هوضح اهو. بصوا يا شباب، الجسم ده عشان يتحرك لاسفل اقل قوه هتخليه ينزل اللي هي ب2، واكبر قوه هتخليه يطلع اللي هي 6. طب احنا عايزين يفضل في مكانه، يعني لا يطلع ولا ينزل، يفضل متزن يعني ما يتزحلقش، يعني القوه اللي هتاثر عليه ما تزيدش عن 2 ولا تقل عن 6 عشان يفضل في مكانه، فاهمين؟ يعني تبقى من فترة من 2 لإيه؟ ل 6. طب لو أقل من 2 إيه اللي هيحصل؟ هيتزحلق، ما هو ال2 ده أقل قوة تخلي إيه؟ يعمل الحركة الأسفل، هو الجسم موضوع أهو، إحنا عايزين الفترة بتاعتنا تبقى من كام لكام؟ ل 2 ل 6، يبقى أنت لو أقل من 2 مش هيبقى متزن، هيتزحلق، لأن ال2 دي أقل قوة تجعله إيه؟ يتحرك لأسفل، أقل قوة بتخليه ينزل لأسفل هي إيه؟ ب2. طب لواحد، طب هنا من 2 ل 6، يبقى من 2 ل 6 دي هناخدها، الواحد ده مش هتنفع اصلا خالص، مش هيتأثر معاه بحاجة، خلاص يبقى تحت تأثير وزنه، يعني لو واحد يبقى تحت تأثير ايه الوزن اللي بتاعه اللي عندك، فهينزلق، فهمتوا؟ يبقى انت عندك، احنا بنتكلم عن القوة اللي تجعل جسم متزن، احنا بنتكلم عن القوة يا شباب، يعني لو هو تحت تأثير وزنه بس القوة دي مش هتبقى موجودة، فاهمين؟ يعني محدش يقول أقل من واحد يزحلق ناخد 2 بقى أقل منها، لا، هو بيقول لك القوة اللي هتأثر، لأن احنا عارفين أقل قوة كانت ب2 وأكبر قوة كانت ب6، يبقى أقل قوة هتأثر كانت ب2 وأكبر قوة كانت هتأثر عليه ب6، أقل قوة ب2 هتخليه إيه؟ ينزلق. طب أكبر قوة اللي هي ب6، هو بيتكلم عن القوة، تنبيه تاني يا شباب أهو، بيتكلم عن قاف عشان ما دماغك ما تودريش حتة تانية، ركز معايا، هو بيتكلم عن أقل إيه؟ قوة، ما تفكرش بقى إن طالما أقل من 2 ما خدناهاش ليه، لا، هو بيسألك عن القوة، القوة اللي عندك دي والله اللي هتخلي الجسم ده أهو أقل قوة تخليه ينزل لتحت كانت 2 وأكبر قوة 6، طبعا عايزه متزن، القوة إيه اللي هتأثر عليه تخليه متزن؟ قوة بالاتنين وستة، لو أثرنا عليه بتلاتة هيفضل متزن، بأربعة هيفضل متزن، خمسة هيبقى متزن، بس لكن ما ينفعش أثر عليه قوة ب2 أقل من 2، لأن أصلا كده كده هيتزحلق، يعني أقل من 2 هيقع لوحده، فهمتوا؟ فاهمين؟ أكبر من 6 هيطلع لفوق كده، فهتبقى بين فترة من 2 ل 6، أتمنى تكونوا استوعبتوها يعني. خلاص، فخلصت الكلام، لما يجي لي مسألة زي دي القوة اللي عندك يا إما 2 يا 6، ال2 دي أقل قوة تعمل تحركه الإيه الأسفل، وال6 أكبر قوة تحركه الأعلى. طب أقل القوة اللي عندك اللي هتخليه متزن، اللي هتأثر عليه تخليه متزن، تأثر عليه تفضل في مكانه ساكن، هيبقى من 2 ل 6 يفضل منزكي، لكن لو أقل من 2 هيتزحلق. طب لو أكبر من 6 هيطلع لفوق. دي خلاصة الكلام، الحمد لله يا رب تكونوا فهمتوا. 75، لأن المسائل دي عايزة تفكير وفهم يعني يا شباب، وعايزة مجهود، عايزة مجهود إن أنت تفهم وتركز بكده، الحمد لله يعني قد ما بقدر بفهمكم، ربنا يوفقكم دايما. وصلنا لآخر مسألة كده في السؤال اللي هو النوع الأولاني، بيقول لي إذا وضع جسم وزنه واو على مستوى ماء الخشن يميل على الأفق بزاوية قياسها هاء، وكانت قاف واحد وقاف اتنين هما أكبر وأقل قوة في اتجاه خط أكبر ميل للمستوى الأعلى وتحافظان على توازن الجسم، وكانت حاء س هي قوة الاحتكاك السكوني النهائي، فقلنا عايزين نجيب قاف واحد وقاف اتنين وقاف واحد ناقص قاف اتنين. طب يا شباب دي حليناها قبل كده، فاكرينها؟ شباب لسه قايلها حالا وقعدت أول فيها 100 مرة المسألة دي، فاكرينها 75؟ يا شباب أقل قوة هتبقى هنا، هذا القوة الأولى اهي مثلا، المقاومة تبقى معاها ميم سين راء، هنا الوزن في ايه؟ في جهة هاء، فبتقول والله ان القوة الأولى زائد ميم سين في راء بتساوي واو جهة هاء، دي القوة الأولى. الحالة التانية يا أستاذ، القوة التانية تبقى قوية جدا، يبقى المقاومة عكسها،
يبقى القوة التانية ناقص ميم سين في راء سوا وجاها، لو جمعناهم مع بعض يا أستاذ يبقى اتنين، اللي هي القوة الأولى يعني زائد القوة التانية، لأن هما عكس بعض يا شباب مش زي بعض يعني، بيساوي اتنين واو جاها. بس نختار الأولاني هناخد ألف. الاختيار التاني بيقول لك اطرحهم من بعض، يعني بدل ما تجمعهم اطرحهم. تمام، اطرح العلاقتين، خد العلاقة ده اهي وشيل منها العلاقة ده اهي، فتقول له والله قاف واحد ناقص قاف اتنين، طرحنا ده ناقص ده زائد ميم سين راء ايه واحد اللي هي اللي عندك، والتانية يعني انت بتطرح بقى دي بتتضرب تتضرب في موجب يعني ميم سين راء اتنين، هو رد الفعل، هو رد الفعل لانه نفس الجسم يعني. المهم دول هيتجمعوا مع بعض يعني، دي لما تطرح من دي بقى هيبقى بصفر، دي هتروح مع دي صح، فيبقى والله قاف واحد ناقص قاف اتنين هتساوي ده، تعدي الناحية التانية بعكس ايه، بعكس الإشارة عندنا، هتروح الناحية التانية يا شباب، ها سالب اتنين ميم سين راء يعني سالب اتنين ف ح سين، طبعا القوة الفرق بينهم ما ينفعش يطلع بالسالب، يقول له اتنين ح ايه سين، خلاص كده موجودة اهي الإجابة بتاعتنا ايه جيم.